الجائزة وضعفنا وصارت 2 مليون دولار. مسابقة الفل تعود إليكم. أنت بتعمل على الموبايل إيه يا ولد؟ أنا ببعت للأغا. أغا؟ أنت بتعرف أغوات يا ولد؟ مصطفى الأغا يا ماما بتاع مسابقة الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي أنت فيه. مضيع فلوسك على المراجيح وشوية على المشاريع الفارغة وشوية على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني أنت هبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة إلا دمك يا بعيد. أنا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغل إيه بقى ماما وعم؟ أنا مش رايح البنك تاني. يا لهوي! يا خدت في ابنك يا رجاء! يا دي الشيلة ويا دي الحطة! رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة إيه وجمل إيه؟ أنا اشتغلت إنترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يا ماما هيديني فلوس مش شغلي يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه يا حضرتك؟ خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديوني؟ جرايه صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عسل، عايز تضربني؟ جرايه ام صالح في ايه؟ ما تضرب انت. خلاص يا صالح. ايه ده؟ انت صلي على النبي يا صالح. صلي على النبي يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صلي على النبي بس. معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. اوطي. لا وطي هات السيجاره. حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي. ارميها في الزباله. خلاص معلش يا صالح. خلاص بقى معلش. خش اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنش؟ يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. مصلحة ايه يا متخلف؟ يا عم المصلحة دي طلع لنا بالميت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه ايه يا زيرو؟ واحنا رايحين نسرق ابو حيدر بتاع الشاورما. يا عم سيبنا احلم. البنك يومها هيبقى فيه 15 مليون جنيه. يا نهار اسود ومنيل، 15 مليون جنيه؟ لا ده احنا نعمل نمرة ونغب على البنك واحنا كفيلين بيها. انتوا كفيلين بيها؟ انا مش هعمل كده. صالح انت عايز تسرق؟ عايز تبقى حرامي؟ انا ما قلتش سرقة، قلت هنستلف. عملية استلاف. يعني انت عايز تقنعني ان احنا هنرجع الفلوس دي للبنك تاني؟ لا طبعا يا عمرو، احنا حرامية يا حبيبي. احنا هنستلف ال 15 مليون، هناخد منهم 10 ونقسمهم علينا كالاتي. انا 4 مليون وكل واحد فيكم 3 مليون. بس دي مش قسمة العدل يا نجم. تمام، خد انت بقى ال 60,000 وايه بقى من الحوار ده. لا خلاص انا راكب معاك في ال 3 مليون خلاص. هيبقى كام يا عمورة؟ 5 مليون نحطهم وديعة في البنك، هيطلعوا لنا نص مليون جنيه في السنة. نرجع للبنك فلوسه خلال 30 سنة. هيبقى معانا كام؟ ال 5 مليون الوديعه نقسمهم علينا بالعدل. انا 3 مليون وكل واحد فيكم مليون. ليه يا نجم؟ انت واخد كام؟ 3. ودي مليون يبقوا كام؟ 4. وانا واخد كام؟ 4. يبقى اسمه العدل ولا لا؟ سلامتك. شفت بقى؟ ولا انت البنجو بتاع عم مجدف لحسلك دماغك. انا اسرق بنك؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. انا اسرق بنك؟ لا 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 لا، انا مش هعمل كده. لا لا عمور يا حبيبي، احنا هنشغل البنك فلوسه ويبقى معانا فلوس بجد مش فكه،
ونعمل مشاريع ونكبرها. اه ونكبر السايبر. خليك معايا بس. طب انت مش عايز تستقل عن ابوك؟ ها؟ وعك عربيتك وفيلتك بملك الخاص تنزل السوق وتعمل مشاريع وتكبر وتنجح وابوك يشوف نجاحك بعينيه ويتضايق ان انا نجحت من غيره ويتشل مثلا. المهم بس دلوقتي يا نجم هنسرق البنك ده ازاي؟ ايه؟ بيقول هنسرق. اسم الله عليك. بيقول هنسرق. اسم الله عليك. ده سوقي ده اسمها استلاف. عملية استلاف يا زقرو. حاضر يا نجم. هنستلف البنك ده ازاي؟ لا معرفش. تعرفش ايه يا نجم؟ يعني احنا قدامنا لغايه بكره. هفكر فيها وانتوا برضه دوروها في مخكم كده. انا مش هدور حاجه في دماغي ومش هسرق بنوك. بشورك. بس انت اللي اخترت يا صاحبي وعرفت سرنا. طالما عرفت سرنا يبقى لازم السر يندفن معاك. هو هيموتني؟ اقروا انت اتجننت ولا ايه؟ امي بره ما ينفعش هنا. خدوا بقى ممر البوسطه انت ويجي جنب مغاوري. الله يرحمك يا مغاوري. صالح هو الحيوان ده ممكن يقتلني بجد؟ انا ما اضمنوش. ده حرامي ممكن يبقى قتل قتله. معانا ولا تونس مغاوري؟ لا معاكم. لا تونس مغاوري. لا 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 معاكم خلاص. لا تونس. خلاص قلنا معاكم بقى. خلاص خلاص عم زقرو. لا يونس مغاوري. ما خلاص بقى. خلاص كده اتفقنا. ها بكره نتقابل عندك في الفيلا. عند مين في الفيلا؟ عندك انت يا عمرو. مش قلت ابوك مسافر؟ صالح مش هينفع. صالح انا ابويا لو جه عرف هينفخني. خلاص نقعد هنا بقى وامي تسمعنا وبلغ عننا. لا 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 خلاص عندي. ليه امي بلغ عننا؟ لا 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 خلاص بس عندي. بلغ عننا. خلاص بقى عندي في الفيلا. لا امي بلغ عننا. ما خلاص بقى اعمل لنا قفله. يا سلام. انت استأذنت من مين يا متخلف انت قبل ما تنزل البول؟ خلاص يا عم ما تزعلناش. الله اللي هو اللي قاعد عبور تقعديه هنا على طول. ايوه يا ابني بيتنا. يعني انت هذا عمر انت وابوك وعيلتك كلها بتصحوا تشوفوا النعيم ده كله؟ لا لا يا عم ابوك قاعد قد ايه بره؟ 15 يوم يا زقر. حلو قوي قوي 15 يوم دي. نجيب هنا بقى ايه قاعد عربي وهنا شوايه عشان ايه؟ هو اللي حلو ايه هو قاعد عربي وشوايه ايه؟ بص يلا احنا متجمعين في الفيلا انا وانت وصالح علشان مش هينفع نتجمع في بيته عشان امه. فما تزيدش بقى وتعمل حسابك انك هتقضي بقيه عمرك هنا. خلاص يا عم الله احنا قلنا حاجه. يقعد يقول لي تقضي معناتك وحياتك والكلام ده. اقعد ساكت بقى. اقعد ساكت. ايه بس في ايه؟ صالح انت اتاخرت ليه يا صالح؟ وبعدين انت مش هينفع تسيبني مع الواد ده كتير. ما هو قاعد بنقف ميه في حاله وعمره ما عملكش حاجه. دورت الحوار في دماغك ولا ايه؟ اه دورته. وشكلها كده يعني في خطه. حلو قوي. بس اطلع لي بس الميه عشان نعرف نتكلم. طب ثواني بس ثواني. صالح هو بيعمل ايه؟ زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ لا لا زيرو انت بتعمل بيبي في الميه؟ هو قال لك لا مش بيبي. ما لو مش بيبي يا صالح تبقى انيك. اطلع يا حيوان اطلع يا حيوان من الميه. خلاص يا عم ما تفوقش فينا كده. اه بعمل بيبي في الميه. بس بعمل بيبي في الميه. انت بتعمل ايه بالميه؟ بس بقى انا طلعت ساكت بقى. هم بيشربوها هي بقت ورد. ده مقزز يا اخي. ده كان مقزز. بقول لك ايه يا عمرو عشان خاطر استحملوا شويه بقى عايزين نستحمل بعض. صالح انا ما عنديش مشكله معاه بقى. اتفضل يا سيدي. بص اتفضل لابس ايه؟ ده انا لو مربي سيد قشطه ما كانش هيبقى مقزز كده. ما انت برضه الواحد ليه طاقه يعني انا ادافع عنك واقول ايه؟ ايه القرار اللي انت لابسه ده؟ ايه يا عم ده طالع موضه في شرم الشيخ والغردقه ده. خدت ايه بس اه؟ والله انت مش شاطر. اقعد بقى وتعالى بقى ساكت بقى. حاضر يا عم حاضر. رجلك دي اسمعوا بقى يا رجاله انا وصلت الخطه والخطه دي هتكون كالاتي. احنا هندخل البنك لابسين ماسكات على وشنا عشان ما حدش يعرفنا. هنسيطر على الناس اللي في البنك بالسلاح اللي معانا. بعد كده هننزل على الخزنه الكبيره هنفجر الباب بتاعها بقنبله عشان المفاتيح مش هتكون موجوده في البنك. لما الباب يتفتح هنعبي الفلوس في شنط كبيره ونخرج من البنك زي ما دخلنا بالشياكه ومعانا 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. يا سلام يا سلام. يعني احنا كده عايزين ماسكات وسلاح وقنبله وشنطه كبيره عشان نشيل فيها الفلوس. صح كده. سيبوا موضوع الشنطه ده عليا. تعجبني انا زيرو.
حلتها انت كده. انت تقعد ساكت لغايه اخر القعده ليه؟ لسه في سلاح وقنبله ووجع دماغ، لف سجاره مرلول وجاهز. صالح انا عندي وي في موضوع السلاح ده. بتتكلم جد؟ وحياه ربنا. ازاي؟ انا عندي واحده صاحبتي على الفيسبوك بتبيع الكتريك وسيلف ديفنس. البت دي يا جدعان جدعه جدعانه، وهتعمل معانا واجب ابن لذينه في الفلوس. بتصدق انت اللي ابن لذينه؟ سي ديفنس ايه والكتريك ايه يا سيس؟ احنا رايحين نتخانق في مدرسه. يعني على فكره هي ممكن يبقى عندها حاجات تانية يا صالح. ايه بقى؟ مسدسات خرز ومنشاكو مثلا؟ انا مش متاكد من ده يعني يعني مثلا شفت عندها مره، عارف النجمه بتاعت النينجا اللي هي الحديد دي اللي بترشق؟ ايوه المثلثه دي. ايوه دي. انا استقدر بكذب من قاعد معاكم والله، يعني انا مش عارف انا بتكلم مع مين. واحد البرشام لاحظ دماغه والتاني سيس عايز نروح نسرق بنك بنجمه نينجا. بالهداوه يا نجمه. الله، كل حاجه تيجي بالهداوه. سيب موضوع السلاح ده عليا انا. اتفضل اتحفل زي اخوك. انت بتقارني بعيل زي ده؟ ده عيل بيتشات وبيشير. بس يلا بس على التايل. يلا معلش ماشي، عندك حق يا معلم. زيرو. ها بقى هنعمل ايه؟ هروح نثبت اسم ونسرق منه السلاح صح؟ لا طبعا، الواد مرجوشي ومحمد عيد كان عندهم حكايه كده من قيمه شهرين. رحت معاهم جبنا فردين سلاح من واحد اسمه المعلم بدير. صباح الفل. صباح الزفت. احنا بكره الصبح باذن الله ساعه عصاري كده نعتمد الطريق، نص ساعه نوصل، ساعه زمن نخلص المسائل. استنى كده نبقى محتاجين مواصله. طب ما احنا ممكن نروح باوبر. هو بدير ده بعيد. ولو قريب ولو في اخر الشارع يا عمرو. هنروح نقضي سلاح بتاكسي. انت متخلف يا ابني. انا اسف. سوري سوري يا عم، يا عم اقتراح يا صالح، مجرد اقتراح. الله. ولا عايز ايه؟ ابوك بجد واخد عربيتهم جراشه ولا انت بتشتغلنا؟ يا جدعان والله العظيم، يا جدعان حلفت لكم والله العظيم ثلاثه، ابويا معاقدني وسحب كل العربيات حاططها في المصنع. مفيش بره غير سامي يا جمال. سامي جمال مين؟ سامية جمال الفنانة. سامية جمال. انت يا ابني سامية جمال. يا ابن الرقاصة. انت متخلف يا ابني، ايه اللي بتقوله ده يا جماعة؟ ابويا واحد طول عمره بيحب سامية جمال. يعني اتجوز على امك يعني؟ مرات ابوه سامية جمال. يا جماعة ابويا معجب بسامية جمال، يعني بيك فان لسامية جمال، فاشترى العربية بتاعتها من مزاد. يا اختي حبيبي يا فنان، والعربية دي بتمشي ولا لا؟ بترقص. لا يا حبيبي، العربية بتمشي وابويا محافظ عليها، ويكون في علمكم انتوا الاثنين العربية دي تحديدا مش هينفع نلمسها ولا نيجي ناحيتها، لانها لو خدت خربوش ولا جه عليها ذرة تراب هتطير فيها رقبتي. نهار اسود على الغباوة. ليه يا صعلوك؟ ليه عرفت العربية ازاي؟ ايه وهيفتحها ازاي؟ بيشوف شغل الراجل في ايه؟ ايه دي هواية بقى 20 جنيه تصلح. خف ايدك، خف ايدك شوية. شوف صاحبك يا نجم بقى. خف ايدك شوية. معلش يعني دي هواية ب 20 جنيه؟ ركز بس معايا انت. ركز معايا. دورك في المهمة جاي يا بطل. أنا معتمد عليك اعتماد كلي. بكرة احنا رايحين نجيب السلاح. عايزك تجيب 40,000 جنيه. نعم. هجيبهم منين دول يا صالح؟ من ضرب الشرابات اللي أمك بتشيل فيه الفلوس. صالح مش هينفع يا جماعة، أبويا لا. ايه ده صالح، هو انت عرفت منين ان امي بتشيل الفلوس في دولاب الشرابات؟ صالح انت بتفتش في دولاب امي؟ انتهى بقى يا عمرو، انت لاقي لي واحنا بنلعب كوره. صالح احنا كنا بنلعب كوره واحنا في ثانيه ثانوي، انت فاكرها من ساعتها؟ صالح انت كنت عايز تسرقنا. لا مش للدرجه دي. طب كنت عايز تسرقنا. ركز معايا بس يا عمور، دلوقتي هنجيب الفلوس منين طيب؟ بالراحه يا تعمل ايه يا بتنسى؟ بالراحه. الله، بكسر التابلوه عشان اطلع سكتين الكونتات. خف ايدك يا حيوان. بيكسر التابلوه. دي حاجه بامير، بتتلفي بامير. ركز معايا. انت نصيبك في العمليه كام؟ 3 مليون. غلط. 3 مليون و90 الف. 40 الف بتوع السلاح و50 الف بتوع البورصه. ها؟ صح. شفت اللي فاكر البورصه ازاي؟ عشان تعرف ان انا حقي. صح. قول للغبي ده بالراحه. بالراحه. دارت يا سيح. راح بالراحة. بس 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 استنى استنى، ده المكان. انت متأكد؟ ايوه طبعا متأكد، والمعلم بدير هناك مستنينا اهو. مش بقولك ده حبيبي. طيب عمور خليك انت هنا ندور العربية. ها احنا مش هتأخر ان شاء الله. خدوا بالكم من نفسكم. ها يا رب. حاضر. يا رب. يلا في حفظ المولى عز وجل. اصطبحتك لبن يا معلم بدير. فينك يا راجل؟ والله ليك وحشة. مش معلم بدير، معلم بدير مستنيكوا جوه. سبحان الله، شبهه بالملي بجد. اه والله. هنشوف. خش معلم بدير، اصطبحتك لبن. ايه يا راجل ما بتسألش ليه؟ مش انا المعلم بدير، تعال معايا على جوه.
والله شبهه بالملي برضو. والمصحف الشريف شبهه بالملي. خش 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 يا معلم بدير، في ناس عاوزينك. يا نهار اسود، ده المعلم بدير؟ اه هو. طب وده في حد شبهه في الدنيا؟ معلم بدير عم تجار السلاح في بر مصر تمن. ايه يا راجل والله ليك وحشه. انت مين يا عاد؟ مش المعلم بدير برضك؟ يا نهار اسود، انت جاي تشبه هنا؟ اسكت بقى خالص. لا مؤاخذه سيد المعلمين، احنا كنا عايزين كام حته سلاح كده. عايزهم ايه؟ انت عندك ايه؟ اجيب لك المنيو وانت تختار. يا ريت والله. انت جاي ستاربكسي على حمك؟ خلاص يا عاد، عندي طبنجات وعندي آلي. هات لنا اتنين طبنجة وواحد آلي بس كومبو. وطلع كريسبي. هات لهم يا اللي هم عايزينه. هات يا عم انت بتفهم في الحاجات دي. ايه ده يا نجم؟ ايه؟ مدينا بضاعة بايظة يا ولاد الكلب. بايظة ازاي يعني؟ هو والله تقعد تدهوس عليه ما بيضربش طلق. تدهوز؟ ايه اللغه دي؟ عشان انت حمار وجاهل مش فاهم في حاجه ما تلعبش فيها. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكبقى بك. اسود يا نهار اسود، احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ قتله؟ احنا بقينا قتله يا صالح، قتله قتله. بطل ياد شغل الحريم والولوله ده في عرتنا. اخرس ياد، لا اقسم بالله هضربك بالرصاص. اه صحيح، فين السلاح؟ السلاح هناك مكان زي ما هو. احسن هات الفلوس. طيب لا، الفلوس جنب السلاح، احنا من الخضه والهوايه جرينا. يا نهار اسود يا نهار اسود، لا سلاح ولا فلوس؟ لا سلاح ولا فلوس؟ احمد ربنا احنا رجعنا لفلان. اقول لك دي نفسين، دي نفسين عشان يروق كده. خد يا عماده. مخدرات دي صح؟ هات هات، ادوني مخدرات، ادوني حقن. شكوني ابر عشان نبقى مدمنين وحراميه وقتله. المهم بس دلوقتي يا اخوانا، هنجيب السلاح منين؟ صباحه ابيض. لا السؤال مش كده. السؤال هنجيب فلوس السلاح منين؟ ايوه ايوه، انا بقى مستني اسمعها دي. هنجيب فلوس السلاح منين؟ من عند امك. ده عند امك، انا مش هدفع مليم تاني. جرايه يا عمرو، انت هتدفع عشان معاك الفلوس؟ انا تعبت قوي يا صاحبي، تعبت قوي. يا عم ام الحوار ده يا اول. طب خلاص خلاص يا عمو، خلاص اهدى بقى، خلاص مش الجنه بتعيط بقى. خلاص قلنا ايه؟ خلاص معلش، هو انت تعبت لوحدك يا عمرو؟ ما انت تعبت وانا تعبت، هنيجي دلوقتي والنخ بدانا مشوار نكمله للاخر. يا جماعة يعني لو فيها مشكلة أنا ممكن أروح لرجالة المعلم بدير وهم حبايب، يعني مش هياكلوا حقي. أنت تخلص خالص يا ابني الجزمة، بقول كل اللي حصل ده بسببك، ده أنت قاعد تشبه الراجل لغاية ما مات. خلاص، هو الواد ده هيتصرف الفلوس وأنا هتصرف السلاح. عمرو عمرو، هات النضارة من جنبك. نضارة. لسه الكاميرات ما طفتش. بقول لكم يا عيال، عايزين نتكلم في موضوع مهم قوي. ايه ده؟ ايه؟ ايه؟ احنا يا ابني مش قلنا نلبس جوانتي؟ ما هو ده جوانتي. جوانتي يا زئر، جوانتي يا حبيبي بصوابع عشان البصمات، جوانتي. ايوه ماله ده؟ هو ايه اللي ما جوانتي يا ابني؟ جوانتي عشان السرقة. ايوه ماله ماله ده؟ هو ايه اللي ماله ماله ده؟ جوانتي يا متخلف. لهدوك يا جوانتي. انا اسف. الله، انت مش قلت لي هات جوانتي؟ خلاص ما تجعرش. جبت لك جوانتي. خلاص ما تجعرش، انا اسف. خلاص يا رب تحبس لوحدك. صالح اتكلم في الموضوع اللي كنت عايز تتكلم فيه ده، غبي. بص يا رجاله، ما ينفعش نخش جوه ونندى بعض باسامينا. امال هنندى بعض باسامي مين؟ اسامي مستعاره. احنا دخلنا جوه، قلت لك يا عمرو وانت قلت لي يا صالح، هنتفضح وهنتعرف. صح
طب انا جات لي فكره. ايه؟ تعالوا نلخبط اسامينا ونندى بعض بيها جوه. يعني مثلا انا اقول لك يا زئرو وانت تقول لي يا صالح، ونقول لزئرو عمرو. ايه انت حمار يا ابني؟ ايه بجد انت حمار ما بتفكرش؟ طب ما هي نفس الاسامي هتتقال جوه. انت متخلف يا ابني. ايوه صح. سوري 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 يا جدعان، فكروا ما تدرسوش ده. يا ابوس ايديكوا. خلاص طب ايه هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، نقول لبعض اي اسامي مستعار. يعني انا مثلا مدولي جوه اقول لي يا كريم، ها مدلك نقول لك ايه انت ايه؟ انا قولوا لي قولوا لي يا فادي. فادي وحش؟ مش وحش، اسم تقيل. طب ماشي فادي. طب خلاص خلينا يزن. لا ما احنا مش بنلاقي اسم الطفل رضيع. اخلص، هنقول لك يا سامح. ماشي بس يزن حلو قوي. هو سامح واخلص. ايه النقاش ده؟ يعني بنتكلم في ايه دلوقتي احنا؟ ماشي. ها نقول لك انت ايه؟ ما تفكك يا نجمه من الهيافه دي واكبر للناس، ونفوق للشغلانه بتاعتنا اللي داخلين نعملها دي. هيافه؟ ماشي. انا بقى هحمد لك باسمك الحقيقي. صالح ما تهرجش، الموضوع ده ما فيهش هزار. انا بتحظ مرقص قدامك، هقول لك اسمك الحقيقي. صالح. صالح صحيح والنبي ايه اسمه الحقيقي؟ هو انت ما تعرفوش؟ لا والنبي قول قول قول. صالح تقول لي ايه؟ قول لي صالح. سناء. قلت له؟ وبس زقره رايح زقره جاي شبح. سناء. خلاص بقى. ما كنتش تعرف. ما خلاص بقى انا ما تزيدش يا. خلاص. خلاص يا عم قول لي يا مجد. ولا صالح. امك. عجبتك قوي؟ حلو عليك اهوت وتعود. طب امك انت بقى يا عم. يا متخلف، امك هناك اهي. النهار اسود. طب انت ايه اللي جابها هنا؟ معرفش. اكيد عرفت انها طرفت وجاها عشان تتاكد. طب والعامه؟ معرفش. بص احنا نستنى شويه، تعرف الخبر تتصدم تروح، هنخش بعد ما تروح بقى. يا ابن الكلب. افندم. يا اخي مش انت، منك لله يا صالح. طب هو الاستاذ نزيه موجود؟ يا فندم، بس اموري انا النائب بتاعه هنا وقائم باعماله، اي خدمه اقدر اقدمها لك؟ وانا كنت عايزه منك خدمه، كنت قلت لك. ما انا عارف، انا عايزه الاستاذ نزيه. مدام رشا، مش ممكن. عرفتك من البرفيوم بتاعك. ايه النور ده؟ ازاي حضرتك يا مستر نزيه؟ بخير طول ما انت بخير. هو انتوا قفلتوا ولا ايه؟ ولو قفلنا نفتح تاني عشان خاطر حضرتك. سامي. ايوه مستر نزيه، ازيك يا مدام رشا؟ الحمد لله. شوف مدام رشا عاوزه ايه. انا هروح الحمام ثواني وارجع على طول. استاذ نزيه، المهندسين بداوا الشغل في السيستم وعايزين نفضي البنك. يعني السيستم دلوقتي واقع. مدام رشا، هنستأذنك بس لمدة ساعة تقعديها معانا لحد السيستم لما يرجع. ده من حسن حظي يا مستر نزيه. شوف مدام رشا تشرب ايه. نعم. شوف مدام رشا تشرب ايه. طيب مدام رشا استريحي على ما اشوف لك حد من البوفيه تشربي ايه. عاوزة نسكافيه بلاك من غير سكر بليز. بلاك. انت عم اسمك ايه؟ انت تعالى تحت امرك يا سامي بيه. سيب باب الاي تي ام مفتوح، واقفل باب البنك الداخلي، مش عاوز حد يخش، فاهم؟ حاضر، بس استاذنك ادخل المكنه جوه عشان ما تتسرقش. مكنه ايه؟ الموتوسيكل بتاعي. شوف هتعمل ايه وتصرف. يلا بسرعه. يلا. حاضر يا سامي بيه. الكاميرات طفت. طب يلا بقى حاجه. الحاجه شكلها مش خارجه من البنك دلوقتي. طب وبعدين يا صالح ما بداوا يشتغلوا في السيستم، يعني قدامهم ساعه بالكتير. يا يعني نخش دلوقتي يا اما نلغي العمليه. لا، عمليه ايه تتلغي؟ اقول لكم احنا نتكل على الله ونخش. وماما كده كده مش هتعرفنا، مش احنا لابسين ماسكات. انت حاطط شنطه وماسكات فين؟ ورا في شنطه العربيه. حلو، يبقى يلا بينا يا رجاله. ولا ايه ده؟ مش حلوين؟ Easy my mind, boop beep, boop beep, mom beep, boop beep, Ozzy.
كله يثبت مكانه. حضروا من النار. كله يطلعوا قدام انا الله. يا الله. يا الله. يا صالح. بس. صالح. صالح. ايه يا اخي اوعى عايز ايه؟ بقول لكم ايه؟ مش عاوز حد يفتح بقه كله يقعد مكانه. استني انت حاجه استني حاجه كله يسأل نفسه. اقعدي اقعدي اتفضلي. انت عايزين مننا ايه؟ انا مش عايز اموت مش عايز اموت مش عايز اموت. انت ماسك في الدنيا كده ليه؟ انت حد كلمك؟ اقعد مكانك هنا. بقول لكم ايه؟ اليوم هيمشي زي الفل لو سمعتوا الكلام ومحدش فيكم فكر يضايقني عشان اللي هيضايقني هزعله. سامح يا سامح يا سامح انت يا عم الضفدع انت ايه؟ خد لي موبايلات الناس اسجلهم في ورقه ولا سايبهم على الموبايل؟ فوق معايا بلاش جباوه. تعالى خد الشنطه القماش من الشنطه الكبيره خدها وتلمي لي عدد الناس الموبايلات. معلش انا متوتر جدا متوتر جدا. معلش معلش. مجدي مجدي تثبتي بقى يا بنت يخرب بيت حلاوتك. اخ ده اللي ربى بتاع مربى. انت يا زفت يا مجدي. ده مؤاخذه يا نجم اصل لابس بتاع ملابس. ابوس ايدك ركز معايا ما تودناش في داهيه. حاضر يا نجم. فين مدير البنك؟ ايه يا صالح مكتب استاذ نزيه فوق يا ابني انت نسيت. بس خلاص جماوه. بس استاذ نزيه دخل الحمام. بس انا نائب المدير لو عاوز اي حاجه انا بحل محله اتفضل يا عمر انا موجود. انت حد وجه لك كلام؟ حد وجه لك كلام؟ انا هحط اشوف فين مدير البنك. بقول لك ما تيجي نمشي. نمشي ايه يا ابني؟ انا جايبك كاين استاذ استفان. بقول لك ركز معايا الله يبارك لك. ها خليك هنا وانشف. الناس دي لو حست ان احنا هفقات هياكلونا. ماشي هياكلونا. ركز وانشف خد نفس وزعق فيهم انشف. حاضر هنظم نفسي. نظم نفسك يلا. هنظم نفسي. بالظبط. طيب بصوا بقى علشان نبقى واضحين. ماشي. لا ما تخافيش ما تخافيش ابدا ما يغركيش ماسك السمكه ده تحتيه قرش. وقف عندك يا ماما. انت مين وعاوز ايه؟ ابوس ايدك ما تقتليش في الكمانين. حاضر هستناك لما تخلص. بس هات الموبايل اديني فرصة اخلص لما محصول الفراولة. بقولك هات الموبايل انت بتهزر. خلص بسرعة. مش عارف اصلا. اقف هنا اقف عندك هنا في رجاله. الراجل بتاع العم بيضرب علينا نار بالجهه دي. نفسيه بقى مش بوري له الجهه. طب بقول لك ايه؟ روح انت امن الرهين في الاوضه دي وتعالى بسرعه. يلا بجد خد دي. يلا يا اخويا يلا رهاين. عمرو امن لي ظهر انت. ها عمرو عمرو ايه يا ابني هتخبيك كده ليه؟ انا صالح يالا. ايه انا صالح يالا مالك؟ انا مش سامع حاجه خالص مش سامع حاجه بسبب الحيوان صاحبك جيت اتحمى فيه بيضرب نار جنب ودي لحد ما اترش. انا اترشت يا صالح. مش عملت ايه في الواد ده عيل طارق. خدي. انا اقول لك انا هغطي ظهرك وانت تهجم عليه. جاهز؟ شفت بيعمل ازاي؟ هنعمل ايه في الراجل العنكبوت ده؟ هنصطاده ازاي؟ مش عارف. هقول لك تعالى معانا نطلع وانت خليك انت هنا.
انت خليك هنا انت. انا مش سامع حاجه خالص يا صالح. كريم اسم كريم. ايه كريم؟ اقول لك انت خليك هنا، انا وزقرو هنطلع نجيب عم مجداف ونجيلك. ماشي يلا يلا يلا. ماشي. متخبى في اني جحر ابن الكلب. خش جوه يا ام، خش جوه يا ماما. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا ربي؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ احمي ظهري. ايه ايه هنعمل ايه؟ خش انت من هنا. وانت هتعمل ايه؟ انا هستنى هنا. نعم اخويا. انا هخش من ناحية تانية. يلا يلا. ماشي. عشان ملاقيش مخرج يخرج منه. طب ما تخليه هو جوه واحنا بره من غير اكل ولا شرب، يموت موتة ربنا. هو فار ثم ايه؟ راجل قد جدنا مش هيقدر عليه ولا ايه؟ معلم زقرو قد جدنا مين يا ابا؟ ده المعلم رسدان، ده فاتحك في المكتب. على فكره كنت قاصد، بس انا قلت باين معايا يعني عشان راجل كبير. يلا يلا احمي ظهرك يلا. ترى ولا زقرو زقرو الحالي. اسمع ده يا صالح، راسه عندي ايه؟ هو قدام الحمام يا ابن العبيطه، هفتحك لو ضربت بالنار. مش هتلحق يا ابن الكلب، يعني عارف انك هتموتني. دواء عندي لا مؤاخذه يا صاحبي. كتم بقى. شوفوا بقى، بقول لكم اللي هيفكر يعمل حاجه او يتحرك من مكانه او يقل عقله ويبلغ البوليس، انا هعمل فيه زي ما عملت في الراجل ده. اللي انتوا بتعملوه ده غلط، دي مغامره ممكن توديكوا في 60 داهيه. خاف على نفسك يا اخويا. اقعد بس استاذ سامي الكلام. اللي هيفتح بقه من غير ما اذن له او يعمل حاجه تضايقني او يعصبني هزعله وهزقه. يا استاذ جاموسه انا ما قلتش حاجه. الله، طب واحنا هنفضل قاعدين متكومين كده لحد امتى؟ اسكت انت يا وليا. ولا لا مؤاخذه يا نجم. اي ماما مولي، بقول يعني هنفضل قاعدين كده لحد امتى؟ والله يا ماما الموضوع ان شاء الله يعدي على خير كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، بس انتوا تعاونوا معانا. تشربي حاجه يا ماما؟ حبه قصب والسكر يالا عليكي تاني. حاضر يا ماما. طيب يا ابني. ابنك لو سمحت. أنا عندي مشكلة. أموري. أصل أنا عيانة وباخد دواء وميعاده قرب قوي. هو الدواء مش معاكي؟ لا، أصله حقنة ولازم حد يدهاني. في العضل؟ أيوه. أنا كنت شغال في صح باب الشعرية. اشتري مني، انا طبيب جراح. لا لا بس خلاص بس. لا خلاص. انا قلت مفيش ادويه يعني مفيش حقن. لا بس انت ما قلتش. ايوه ما قلتش. انا بقول اهو خلاص مفيش حقن يعني مفيش حقن. يلا يلا. بتعمل ايه ده انا؟ والله يلا يا ابني يلا. يلا. عمرو ايه الاخبار يا عمرو؟ صالح علي صوتك، انا مش سامع حاجه خالص. طب وطي صوتك وطي صوتك. ايه؟ وطي صوتك. هو انا صوتي عالي قوي؟ اصل انا سامع نفسي بالعافيه، سامع نفسي بالعافيه.
خلاص اهدى يا عمور يا حبيبي، كلها شويه وننزل الخزنه ناخد الفلوس ونتكل على الله. اتكل على الله ايه؟ انا من ساعه ما بدانا الموضوع ده وانا الوحيد اللي بيحصل لي كل حاجه غلط. فلوسي راحت، عربيه ابويا راحت، اتطرشت اصبعي اصبعي يا صالح. معلش يا حبيبي اهدى يا عمور، اهدى يا حبيبي خلاص معلش. انا على فكره حاسس ان انا هموت هنا، انا هموت هنا. لا يا حبيبي انا هموت هنا. بعد الشر عليك يا حبيبي. ما تيجي نمشي والنبي نمشي. يعني ايه نمشي يا عمرو؟ احنا جايين رحله يا حبيبي، خلاص كلها شويه وهنتكل على الله ونمشي. خلاص خلاص ايه ده كله بسبب الحيوان ده؟ قايل لك من الاول هيودينا في 60 داهيه. ايه بتقولي؟ علي صوتك. انا اتطرشت نهائي. لا لا انا اتطرشت الاول، كنت بسمع تشاش دلوقتي مش بسمع تماما. يا سيدي لا ده بيشتغلك ما بيتكلمش اصلا. لا 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 من غير ضرب، من غير يا جدعان. بس مش يا جدعان احنا فين؟ يا عم عمرو بقى مش وقت. ايه مكانك؟ اهو مكانك. ايه بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا كنا جايين نسرق البنك. مين حضراتكم؟ بصرة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زبلة يا ابني. خلاص بقول لك حرامية. ايه مالكش دعوة بيا. اسمع شاطر انت وهو اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه؟ ليه يا حبيبي؟ هو عزة؟ يا ابني اقول لك خلاص. ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي السلاح اللي جنبك ده. ياه ليه يا شبح؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك؟ دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا 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 يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا 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 والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايز نعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنعرق نمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام. هتطلعوا فوق يعني؟ هتطلعوا فوق. خلاص. سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مقتبل العمر، اديهم فرصه تانية. تشانس. احنا جايين نربي اجيال. تعال عايزك ثواني. ده انا تعال عايزك. صالح هم بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها، سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هم فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه، احنا اتفقنا دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لو انا عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك اقص عليك يا زمن، ولو جه اليوم العيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه يا بابا؟ مش سامع يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا بس برضه ما مفيش. بس خلص الكلام. هي كلمه انا قلتها، هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى اخ عشان ربنا يبارك لنا احنا كمان. جايين كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش، انا اقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله. هو ابن حضرتك؟ ايوه ابني جاي على اربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. اخر عنقود بقى. عصبي لمين بقى؟ امه كانت مجنونه، مره دخلت لقيتها ماشيه على ايديها. ما خلاص كفايه لك تبعد لها. اسمع عاد انت وهو، انا همشيها المره دي عشان خاطر الحاج. انتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافه. اي حد هيروح هنا
ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم، الكلام ده لا مؤاخذة لا ياكل ولا يشرب معانا. انا سايبك انت والحاجة عمالين تتشاوروا وانا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهية الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح. وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعه البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة، وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا أكسب. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك في مكانه. يا جماعة أنا غريب، في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك؟ ما دي برضو نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس؟ ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه، انا كده ماليش دور، استاذنك انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله تاني. اصلا انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت ادي اخر فتحه صدرك يا شبح. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجلي على الارض. اشرح لنا بقى فوائد البرشام. لولا الفردتين اللي انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ علشان الناس دي شكلها خطر جدا. انا رايي ان احنا نمشي حالا، وكفايه جدا اللي حصل. نمشي فين يا اخوان انت وهو؟ يلا يلا عشان شريك الصرافه نقلب عيشنا، احنا ما تخلص الزير. يلا ماشي. قلت لهم كل خزنة وليها ميتها، في خزنة تحتاج غباوة، وفي خزنة تحتاج حنية، وفي خزنة تحتاج رواقة. فاهم قصدي؟ حريص مدولي بتعمل هتفضحنا مين دي؟ دي مدام رشا عميلة هنا في البنك. رشا أنا كلمتك على مين من شوية؟ لا 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 لا, لا. ابني منير. اتفضحنا. لا يا شباب لا لا. شايف الشبه اللي بيني وبين الولد؟ ايه مفيش شبه؟ طب شايفها رشا الشنب اللي بيني وبين الولد؟ ومدام رشا بتعمل ايه هنا؟ الحقيقه مدام رشا تعبانه جدا وعندها ميعاد حقنه دلوقتي، وانت عرفت انا بضرب حقن كويس قوي. احنا نبعت نجيب غدا الاول ولب وزداني ويبقى عيش وملح وحقن، ايه رايك؟ انا رايي نخلص بالمصلحه دهيت ونلب نفسينا كلنا ونروح مطعم على عندي حته دي مطعم على النيل. بتحب المراكب في النيل؟ حرام عليك يا اخي هتفضحنا، هتودينا في داهيه يا شوكه ولد. شوكة ده في البيت. اسف. انما هنا في البنك واحنا بنسرق ايه؟ بابا. السلام. بابا. وهو عيونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. معلش استاذنك تقفلي السبرتاي عشان البصمات بس. حاضر. يا سلام انا بعشق النجاة الصغيره. انت تعرفي ان النجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره، اخت سعاد حسني؟ طبعا عارفه. بجد؟ طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري، اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير، ده اكبر ورع فيهم ب 20. بلاش برطمه. اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58,732. حلو. معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وان كان على فلوس العربيه والسلاح في 60 داهيه، انا مسامح فيهم، بس يلا نمشي.
انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو نفق هيظبط كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حال ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. ايزي ماما بسرعه. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الاولاد بيتدربوا. شت يا نهار اسود، قنبله فرقت وداخله زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهايه سعيده وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الاول مش هتتفتح. نجم نجم عايز ايه؟ المكنه دي تخصني بس. يا اخي اخرج بقى. ورق ايه صوت الفرقعه دي؟ روحي احنا مالناش دعوه. ها ولا كده عملنا حاجه؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ورق ايه صوت الفرقعه دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعه؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعه كده مش عارف فلوس بيقع، تقريبا في حد نسي حاجه في الفرن. احنا شاملين ريحه غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الام. بروح امك انت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار انتوا التلاتة. انتوا! احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبلة، كفرنا يا احلى اللي موت ولا اكتر. شنو الله ادخل يا ابني تهو. يلا بالراحه يا عم الشبح. اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو. يا ابن انت تقف على الباب، اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه. حاضر يا ريس. اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب. يا بعينك كانت فين الشقاوه دي واحنا تحت؟ صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه؟ لا لا مرفوض ايه يا ماما؟ انا مش مرفوض ولا حاجه. انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح، قلت اخش شوف عاملين ايه. صح يا زيرو؟ زيرو مين يا نجم؟ احنا مش قلنا مجدي؟ انت هتكذب عيني عينك والناس واقفه؟ انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح؟ ساكت ليه؟ ما ترد عليا. ابني حرامي؟ لا يا ماما حرامي ايه؟ انا اقول لك، انا كنت جاي عشان كنت جاي ايه بس وزفت ايه؟ طول عمرك بقول عليك وفاشله من ايام الجامعه، حتى وانتوا حراميه طلعتوا حراميه فشله. انا كنت جاي اسرق البنك، انا كنت جاي استلف فلوس اشغلها واعمل بيها مشاريع قرض يعني، وفي الاخر كنت هصدل عليا البنك. ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا انا، زيرو ملوش دعوه، وعمري مش محتاج اصلا. وانت محتاج يا صالح؟ يا ماما محتاج. تقوم تسرق عشان انت عايز كل حاجه تجيلك على الجاهز، لا بتشتغل ولا ملتزم، عشان كده بقالك سنتين ما تثبتش في البنك. لا انا ما تثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه يا صالح، انت طول عمرك بتعمل مشاكل. يا ابني انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها
كان زمانك قدرت تعمل حاجة، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك. أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني أنا؟ أنا شايفك باصص لي. أيوه بكلمك أنت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شوية عشان أنا مش سامع حاجة خالص؟ معلش علي صوتك علشان أنا اتطرشت. أنا اتطرشت ممكن نسيت. أوعى. عجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي احنا فيها؟ بس العيب مش عليك، العيب على يا حاجة. يا صالح انا ساكن عشان خاطرك انت يا وليه. انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح. بابا الحق بقى. اللي قول لي ايه اللي بيحصل فوق؟ سيبك من اللي بيحصل فوق، اللي بيحصل تحت. مش قلنا بلاش الكلام ده في مكان اكل العيش بيعقرب الدنيا؟ طب مش احنا كمان قلنا لو يبقى في باب مقفول نخبط؟ يا بابا انجز افتح الخزنه بفلوس زمان وجاي. يا نهار اسود البوليس جه كده هيعدمونا صح؟ يعدمونا ايه يا عم؟ هي ديتها 15 سنه وسنه السجن بتسعة اشهر، هيفوتوا هوا. هو انا هقول لابويا ايه دلوقتي؟ انت مش هتقول لابوك اي حاجه، ريهام سعيد اللي هتقول لابوك كل حاجه في برنامجها لما نتحبس وتستضيفنا. يا نهار اسود انت كل ده لسه ما خلصتش؟ انا شغال يا ابني اهو، ما توترناش. قدامك قد ايه يعني؟ بحسب التسهيل والمزاجي. تسهيل ايه؟ البوليس فوق. الله القلب معاك. ثانية ايه اللي انت حببته ده؟ افتح لي ام الخزنة دي حالا. ده الجهاز ده؟ ده الجهاز بتاعهم كان بايظ، كنت بصلحه لهم، مشغل وقتي مش اكتر. ايه؟ Easy mama, boop, yep, boop, yep, mom, beep, boop, yep, bazi, boop, yep, boop, yep, boop, yep, bazi, boop, yep, boop, yep. تلات دقايق والفلوس دي تبقى في العربية. كتير تلات دقايق. مين الكبير بتاعكو هنا؟ أنا الكبير والمدير المسؤول هنا. طب يلا تعالى معايا. ما تاخده سامي، هو نائب المدير. ما تكترش، يلا تعالى معايا. وانت كمان يلا تعالى معايا. الله، طب وانا مالي اجي معاكم ليه؟ اذا كنت انا ام الحرام زميلكم. نزل ايدك وما حطش حاجه من هنا غير على جثتي. ما تسخنش قوي كده يا عم الامور، عشان انت جثتك ما تفرقش معايا في حاجه. وما تقلقش قوي كده، اول ما نخرج من هنا ونبقى في بر الامان هسيبهم. فكني كده بقى انت واصحابك وعل، وما تعملش فيها ذكر، عشان الكلام مش هيبقى على جدتك انت بس، لا هبقى على جدة الحاجة كمان. يلا قدامي، يلا اثبت. قدامي كله يثبت مكانه، محدش يتحرك. كله يثبت مكانه، محدش هيقرب لك دلوقتي، بس اخرج وسلم سلاحك احسن ما تحصل خساير. اسمعني كويس يا باشا انت والناس اللي معاك، اثبتوا، محدش يتحرك من مكانه، والا اقسم بالله كل خمس دقايق هرمي لكم واحد من فوق السطح من العشرين واحد اللي انا محتجزه. حاجه كمان، حد حاول يخش البنك من هنا ولا من هنا؟ أنا ملغم البنك كله بقنابل زي اللي فرقعت من شوية،
اقسم بالله افرتك البنك باللي فيه. عمليات عمليات. ابدا الاشاره. ايوه يا فندم. مش هينفع نقطعهم دلوقتي، تاكدنا من وجود 20 رهينه بالداخل. يا ريت تبعتوا لنا خبراء مفرقعات. ما تهدى بقى يا عم صالح. يعني ياخدوهم من وسطنا كده واحنا قاعدين نتفرج؟ طب واحنا فايتنا ايه نعمله؟ معرفش، انا مش هسيبهم يتأذوا بسببي. بقول لكم يا جماعه، العصابه دي شكلها خطر بجد، يعني لازم نسمع كلامهم عشان ما نخشش في مشاكل اكتر من كده. انا جات لي فكره، تعالوا. بتعملوا ايه؟ لا احنا ما بنعملش حاجه. اه احنا كنا بنلعب اكس او. اكس او ايه؟ اه والله. سيبوا الشنط عندكم، وانت يا ابني انت اهو اطلع امنوا لي الباب. يلا وسمرت. يلا يا رايق. والنجم معايا دوب. ايه دول؟ طب هيجوا معانا واحنا خارجين عشان البوليس. يلا هنتحرك دلوقتي. حلال. ايوه ماشي. يلا بينا يا روش. يلا يا حبيبي. وروش عاد يلا تروح فين؟ هتيجي معانا. تيجي معانا فين؟ احنا رايحين لعناطر. حلو ده. روش هتيجي معانا لعناطر؟ بقول لك ايه يا عم الحاج، انا على اخري. ما حدش هيجي معانا. على اخرك، على نصك، على ربعك، ولا حتى على تمك. اوعى. مش هخرج غير وهي رجلها على رجلي. خلص الكلام. ماشي. انت يا ابني انت وهو. يلا خد الشنط وسبقوني على بره. يلا اسرع. انت يا ابني. يا ابني. يا ابني. واقف جنبها بتعمل ايه؟ يلا خد الشنطه واطلع على بره. ايوه كده بلاقي اللي اتأدب. اخلص يلا. حامد عينك عليهم. بقول لك ايه يا اكسب؟ اكسب اكسب. انت اكسب؟ تأكد؟ ايه لا ماسك، ايه لا الماسك. كمان شويه. هلا صالح يا كذاب يا كذاب. ودع ماما بقى. عمليات عمليات. في تبادل اطلاق نار جوه يا فندم. انتظار اوامر سيادتك. اضربوا وانت زي الشح. صالح سيبني في ايدك. صالح تعالى شبيك لي. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا ايه اللي وصلنا لكده بس يا رب؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ بقيت اطرش ومشلول. يا
حصل؟ انت بتقول ايه بقى؟ انت محتاجني؟ ارجعهم يا عويطة! صالح! يا عم ارمي سلاحك انت اهو، ارمي سلاحك ولا هفرتك لك دماغ، ارمي. انت كويسه يا ماما؟ انا تمام يا حبيبي. عمرو امن على الفلوس. حاضر. زيرو؟ لا لا، زيرو الحمد لله مات. احسن. سامي خد ماما طلعها فوق عند الرهاين وامنهم. ها، وانا هحطها بره للبوليس واقول لهم اني سيطرت على الموقف. يلا. حاضر حاضر. تعالي يا طنط هاتي ايدك. هو عايز مني ايه؟ اثبت يا صالح. تعمل ايه يا سامي؟ ارمي سلاحك يا صالح وسيبه. سامي؟ انت اللي بعتهم؟ ده انا مشغل معاها عصابه في البنك بقى. سيبه يا صالح بدل ما اذيها. تأذي مين؟ بقولك ايه؟ لو لمستها هقتلكم كلكم. انا خلاص عليا وعلى اعدائي، مفيش حاجه باقي عليها. ما تخافش يا صالح، سيبه وسيب الفلوس وانا هسيبها لك. وانا ايه اللي يضمن لي؟ زي ما انت ما عندكش حاجه خايف عليها، انا كان ما بقاش عندي حاجه خاف عليها. فعل كده يا صالح وسلم السلاح والفلوس ونخرج كلنا بهدوء من هنا، وهابي اند للجميع. محمد شنطة الفلوس دي بسرعة. حامد مش نوم بقى بابا، كفاية نوم كده. براوة يا سامي بيه، براوة. وأنا اللي كنت فاكرك هتبيعنا. اسكتوا يا فشلة. يلا يا روش. إيه ده؟ إيه الفلوس اللي على المكتب دي؟ دي حضرتك الفلوس اللي كانت في شبابيك الصرافة اللي أنتوا أمرتونا إن إحنا ناخدهم، عاملين 62,000 جنيه بالظبط. المهم لي بسرعة في شنطة. حالا. الفكة برضو تنفع في الركنة. ها؟ منير انت بتعمل ايه يا منير؟ انا لازم اموت الكلب ده قبل ما امشي من هنا. لا يا منير لا، احنا ما اتفقناش على كده. الدم لا. امال ايه، يضربني واسيبه؟ انا ما حدش علم عليا. خلاص بقى يا منير، احنا خدنا فلوس مش عايزين منهم اي حاجه. يلا بقى نمشي. وافق بس بشرط واحد. ايه؟ اخد العيلين دول والقرد اللي فوق اتسلى بيهم. لا مش هينفع يا منير، مش هينفع. ياخدهم معايا اخلص عليهم دلوقتي. خلاص اربطوهم. محدش يتعرض لهم، محدش يضرب نار. بقول لك ايه يا باشا، انت تسيب لي عربيه الاسعاف والبوكس، وخلي بالك البنك لسه فيه رهاين، اي حركه افجر المكان باللي فيه. كله يرجع ورا، كله يرجع ورا. قدامي قدامي ورا. اشرف خليك هنا امن المبنى لحد ما يجي خبراء المفرقعات. برضه جم ورانا؟ اه بس ما تقلقش انا عامل حسابي. ايه يا بابا الطريقه دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرح؟ ايوه بس الطريقه دي بقت بيئه قوي. كل اللي فرح كده، مفيش حاجه اسمها بيئه. يا بابا مش لاقي عليا، ام فانكي. انزل يا فانكي خد لك تاكسي اذا كانش عاجبك. طب امشي بسرعه يا بابا، احنا راكبين نمله. الراجل ده رخم قوي يا بابا. سيبك منه، سيبك منه. انت لازق فينا ليه يا رزل؟ ما الشارع واسع. هتلاقي امك اللي جايبها لك يا راجل يا حمار.
عليا انا هوريك. انت رزق ليه يا اخي؟ ماشي لازق فيا ومستعجل، ما الشارع واسع قدامك. انا حمار؟ طيب اقل واجب لما تخش عليها الدخله دي تبقى 60 حمار كمان. وبعدين عربيه المولد اللي انت راكبها دي مش عاجباك العربيه تبقى حمار. بابا حمار وسيء جدا. بابا مش عاجباك العربيه يا شباب. بابا ما كترش الكلام هتفتحي. بس انت ما تغلطش فيه. خليك بعيد. ما كترش الكلام. خليك بعيد عشان انتك انت ما تتكرمش. انت لازم تتربى ده. وريني رخصك يا بابا هتتطحن. انا هتهرس لحد. ايه انت بتمدي لك عليا؟ ايه ده؟ تيمور 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 يا تيمور تعالى هنا. لا كان معايا واحد قصير بس تعرف راح فين. ابو سامي اتفضل. بابا بابا انت تيمور يا انا للاسم تيمور يا بابا. اخبار الخلانوسة ايه؟ مش سفرة بس انا اعرف انها في اسكندرية وطنطا. مسافرة برا مصر. اه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم واصلهم وفصلهم. يا رب ناولني شوفتها يا رب. كلنا شغالين بقى امرها. خدي ورش شوية المية على الكراسي اللي هيقعدوا عليها. حاضر. ازيك يا بابا؟ ازيك يا لوزة؟ عاملة ايه معاك يا لوزة يا ست هاني؟ حلوة يا اخويا زي الفل ما تتخيرش عنك. ايش برا البيت؟ الله يعلي اصلك كمان وكمان. ماما يا ماما جايه لك يا نوال. ايش 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 برا 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 برا. عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر. يا بابا ما تقولش كده والله ده انا فخور بيك جدا. ده انت استحملت ضربه ما استحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. بيني وبينك بابا بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف مدفوع فيها كام؟ ايه يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. هو اليوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البولية يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله. انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. طمن ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك. انما كفل الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم. خناقه بسيطه في الشارع بس بابا ضرب الناس بفتره. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حضرتك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي 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 ده بركه البيت. زي ما ايه يا بابا عيني يا حبيبي يا انت عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هارب بترش ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما رتتيش علينا يا هارب. ربك كريم. هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال بنتي نوال. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه. حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش. سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه ايه البدله دي؟ بدله؟ لسه شفتي حاجه؟
مبهوره بالباب يا بابا. منور يا عم. الله يخليك انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. اشتر اشتر من عيني يا عم. احنا طبق فول. ايه اللي بيعمله ده؟ ما رديتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. ومين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا باشندي؟ المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نواف؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك هريانة، تليفونات ليل ونهار بتصلي بينا. يلا يا بابا ما تكلمش في حياتك ولا كلمه قدام. يلا معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نواف. جبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جنين. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا باشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هان. انا قلت والله انه لا يجوز. الوليه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل مش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا. مش الجبنه دي من زمان. والحاج وجوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني. انا حاجز لك دي من اسبوع ترابيزه. ايه ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه. انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس غالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع. يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقولك يا بابا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه فاعزم نقول امها هنا؟ امها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. كل عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول ولا اطول؟ ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم. اعظم؟ قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل ستايل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراح فين كده بابا؟ اليوم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت هتكسفني. والله انت متغلب. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير. الحمير دي بسامينها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شاكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا. إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. اتغرش عني أنا. فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره. وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها. وحياه اماني وسمر وناني. وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلى باميره ونوطى باختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. الو. ايوه يا نواف. كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروبا عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره. مش مشكله تعملي بروبا قبل ما نشتغل. اه حلو قوي. يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق.
الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرامي. لا مدور وحرامي كمان. هلا ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي وانا ليسن تو مي. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا الاغنيه دي مش بتفكرك بحاجه؟ اه بتفكرني بامك اللي رقصت لابويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسه. انت هتمشي ورا التخريف دي انت كمان؟ ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسه. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا ست انت قوم. قوم عمتك ماتت. ايه؟ عمتك ماتت. تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفه لازم الحقها. يلا إيه؟ يلا يلا يا حياتك. يلا ربنا يفك شر الغفله. بسرعه يا بنتي. يا لا مش وقته. يا رب عصره زي ما عصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العم. ايه حوش عنك كنت الباص هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم. دي ست واصلة قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود وكمان خدت منه فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور. انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك. امشي. ولا اقول لك خدي معاك ما تسيبنيش انا لوحدي. يا عمي الله اثبت مكانك. لا تولع وانت واقف. اتفضل. انت يا راجل بتستهبل. مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمى. افرض سرحانة بحاجة قليلة الأدب ومش عايزك تشوفني. تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل.
استنى انت عميت وعينيك البعيد مش سايف عايو البيرجة امي واد روح لامك كهرمانة لما عيالك عندي شغل موضوع اسمي عابد الببلاوي المهنة تنزي حرقني سن 42 سنة لا تكذب من اولها 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة وحلة يا حلة ليلة نطين يا حلة حلوة عجبك مهفل مهفل مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها انا جاي من طرف نوال معلش عشان النوالات كتير يكون سلمت نوال بتاعت الاردن وانا بحبها لا نوال بتاعت الاردن أنا بنت غلبانة يا أمها سرق منهم عقود وجبناه أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقود ده حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم أمال إيه جاي اللي أنت مالك ومال ده شغل مالكش أنت دعوة معلش اللي معلش إحنا ما نفضحش حد جبنا العقود وخلاص معلش من فضلك العقود ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقود ما أنت شكلك حرامي لا من فضلك أنا ترزي حريمي أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان أنت جاي تحرق دمي خلاص عقود السرق والإناء اتكل على الله يلا بقى يلا أنا في حاجة بتجري في دماغي مش عارفة إيه هي اتكل على الله بقى ترقنا سبحان الله ده بإنه اتجنن ولا إيه سبحان الله في حاجة يا ساتر يخرق مش شبه 40 حضرتك شبه المرحومة مراتي الخالق الناطق الله يرحمها ويحسن إليها الله يرحمك يا زبايدة الله أكبر حضرتك تعرفيها الأرواح بتتلاقى في ملكوت الله أمل عليك لو قابلتيها ولا البنطلون الأزرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين فين نسيت ما تقصيت وديت الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد صح 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 الله هو أكبر رسمة العين مناخير السايحة براي يا بولا انت كده هتجرجر لي للرزيلة وانا بصراحة بحبها اسيب شغلي واكل عيشي بقى وراي للرزيلة معاك لا لا رزيلة انت فهمتيني غلط يا بينه جنن ولا ايه الجسم اللي قدامي المتفاجئ ونوسة ده نفسي البسك فستان بقصة ايدي انا ان شاء الله اجيلك الورشة انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا واصلة يا جامدة ازيك يا نوال يا بنتي حد الله بيني وبينك أبدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الأشراف وتتهموهم بالكذب اتأكدوا الأول على عموم الست اللي انت داخلها دي بتربي الكذابين في النار ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج يلا بكلمة الفلاية دي ضيقة قوي مفيش حاجة هما اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده أملا دي لا ده فار كنسي أملا عاملة نفسها فار القصد جبتها بشكل اهلا 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 لمؤاخذه اتفضلوا يا اهلا وسهلا شوف دخلت الحريم تسرح كده التنير رجاله قطه يقفلوا اليوم ازيك يا سعاد ازيك ازيك يا كتاكيت اهلا اهلا الكتاكيت بقى مكسوفين انت عارفه بنات اللي من دول بيتكسفوا لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خالد بص عشان انفوك كده تحب اقلع لكم ملح والنبي اللي عملت سعيد ايوه اهلا 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 ما شاء الله مواضيعكم سبقاكم الله 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 هم جا عينك يا حلوة يا مقصة انت يخرب بيتك وبيت اللي رباك البنت دي متجوزة من وراء اهلها ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا كدب هتاكلي بالسبسب وحط وسف في النار متجوزة من وراء اهلك وبتضربي بانكو ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجايلك تشوف لها حل الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم دايما يجوا بعد العرف مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها يا ساتر يا رب ورينا يا ابني ورينا ورينا الواد ده اسمه وائل يا بت طب بصي بقى الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه تروحي تجيبيها منه وتقطعيها الواد ده مش بتاع جواز يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه والنبي ما تقلقي على بنتك تعالي يا امور تعالي يا حلو تعالي يا ماما تخافيش ما شاء الله ما شاء الله يا اختي بطه بطه تعالي 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 كل حاجه كل حاجه بقول لك ايه يا حلوه
الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، سايل النخله سايل البلكونه الكونترباس. ماليش دعوه يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ امور تيمور. تيمور الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحده هنا خالتي كمان اختي بطه. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه تمو ده وقفه؟ استنى ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها لا تسمعي ده ما يطلعش بره. البت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مسمتي يا اختي، يا مسمتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزه فلوس؟ لا انت تكسفي يا بنتي، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التوامين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه احاول عفريت ابن عفريت ابن حنت يطلع عين الوليه المعاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي؟ ليا. هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. خليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر 2 في الكشف يا حبيبي. يا بنت، يا بنت انتوا هاي، ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبوي سيري ما عندك دين. جاهلة. ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. يا حبيبي منوال، ما لسه ما ادري. اظهر وبان عليك الامان. ازرق ده انا هضيع، انا ممكن اتحبس في اي لحظه، لازم ابطل نوسه. الله ما تبطلها، هو حد عايشك؟ هبطلها، بس في مشوار واحد لازم اعمله. مشوار ايه؟ لازم قبل ما ابطل نوسه اكره ابويا في الخاله نوسه. مسكت الزبانه جايه اعمل ايه؟ الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه. ليه بيجامه مين يعني؟ بيجامه ابويا. يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه؟ معلش يا عم، اصل ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده. والله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب 5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوضى. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب دليفري؟ لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، ايه؟ هات الفلوس دي. ويلا ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ يلا يلا يا حرام، انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يصلح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا اللي حرجك. يلا تيمور، ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها وابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ ايه خلي بالك على نفسك من ابوك. طب استهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحقيقه. بولا يا ودي بولا، يا بولا يا بولا، ان 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 بخس عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو
هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ ده انا قافل الباب بايدي. لا ببان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا لا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. سباب بقى، ما احنا كنا سباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعه والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقه مكسوفه منك، اصل اول مره اروح لراجل عازب في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمه زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشه يعني. لا مفيش حاجه، انا هغير هدومي ثانيه واحده واجي الحبس. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضل. سلام. السلام. السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. حاضر. ببلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس؟ طب ما تيجي نسهر في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وادفني يلا، حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ انت جايبني تنكد عليا يا ببلاوي؟ الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغلنا حاجه كده روقنا. علاج. الله يخليك يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى. بتعجر من الجو كده وتحلم. او احب البنت الحلوه اللي هي بتأجر عجل في الاغاني دي. مفيش تاني يا ببلاوي. يا سلام، عايشيني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا. برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. قول يا ببلاوي. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ اه كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي، طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود. حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلم مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه؟ ده انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحده جديده وادي دي تيمور. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفيه. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام؟ اروح ده ايه؟ انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاكي شويه. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير
لازم اقوله لك. طب يا اخوان بحر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف، ايه كده؟ الله الله، ايه كده؟ امسك نفسك يا واد، ايه كده؟ لا فاكر ايه؟ لا لابس خفيف يا عيا. الله الله الله، كنت برؤيني كمان. مش انت جيت ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل ايه؟ اوعى تحرم عليك تل جيت ولا نزله شعبيه. بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش وحده. يا ليه كفايه كفايه، الراجل هيكمل. اوكي في بلاول، امشي من هنا في بجدك. يلا امشي امشي. ده ايه ده؟ انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله، طب سنك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس. تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زيه بالظبط الجمعه اللي فاتت ب100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقولك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة، براحتك. سلامة، ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهية. انفل في بنتك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده أحدب، مالك يا أحدب؟ ما عملت ده حاجة فينا يا طول مرة. وأنت ما بيك ده صديقي. صديقي يا أجري. يا فجر يا غريق الحياه صديقي، انني اسم من وراءه رائحه الحب نحوك، وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بدي شكلك ولا وشك. تقتل غايه المراه. انا الذي ساقف له يا احد. ستقفين له؟ ايوه. هي الساعه كم دلوقتي؟ مش عارفه بس ساقف له. ستقفي عنا. هيا بنا ايها المراه. تقتلك؟ تعال ايها المراه. غلبان غلبان. يلا يا ابو هشام معاك. يلا يا فجر. والله وقعت يا خلانوسة. افوض عليها. انت اللي اذيتي نفسك يا حكومه. انت اللي اذيتي روحك. اوعي تنسي نوسه يا مصر. يا مصر اوعي تنسي نوسه. كيف فارغ الصبر؟ ايه ده وانتي سامعة عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه، بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزه. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. ايدك. الله. هو ده وقته؟ على رايك. خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلبنيش، بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل قولي مديهم لنا. يا عم بقولك طلع، دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا هات. عدي سياده المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني الطيور المهاجره. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر الاتموسفير حبه كله السحر. والله مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله.
ألف أهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعة؟ معي سمو. أعطي يا رجال. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. ما معك سيارة؟ معي سيارة. أعطي. يا 300 ألف أهلا وسهلا. ما عليك ما عليك، الشباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير، اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت، ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمس انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوستي قلت له تعال انت اللي سويت لي العمل، قلت لي والله قبل ما كمل طقتها ماتت ولادي البضوره. جولي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده. قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني، وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيف في اخر الفله. عفيف مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيف خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفة ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جواك. شوف تجسيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت، لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. ما تبغي فاشل. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني، تتبهلل علي انت يا الكل. اقول لك ما نام تقول لي نام. خلاص مدد. قول مدد 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 سمو مدد. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا عمي. لمبرنا ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل بيبي دخان. والله اسوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. حرامي تسرق كل الناس. فاكر اخر مرة سرقت فيها لون الثوم من اوال يا حرامي؟ انا ما سرقتش حاجة. لا العودة 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 يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت؟ امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل، لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا، منوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا، لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يجوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصاب. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين، وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم، الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخويا زغرت ده انا الفرحه مش سايعاني. دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده، انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هتوف اسمع يا عم زفت انت. ايه؟ اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نوش. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده، تعال اوريك هنعمل فيك ايه. انا لفوا 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 حرام.
يا ماما ان خالتي نوسه دي هتجيب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته، بخش برجل اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي من ورا يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. طايرة يا خالتي؟ انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي. ودي يا ولا، تاكل انت على الله. يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنسعيني هرجو عليك المية. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة. انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطه. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عجيبه. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. اي رانيا مصرف بتاعت العجمة تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالتي، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشامدي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسة؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص، جوزك ده هبهدلهولك. صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوه، بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره. يا ست انت فانيلة ايه وسراب ايه؟ ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من ودنه، تقطع الحته اللي من تحت الطريه دي اللي تحت القرقوسه. ايوه، وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا، ده انت اختي. طب يا حبيبي، بالسلام بالسلام. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفت يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه، اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا، الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو، وري العقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بس افسخ خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص، العفاريت البيضه زي الفراخ البيضه بس فاس جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانه، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هما جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي، هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو، بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ سلامة. منو يا ماما؟ أصل هما لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجوي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع، اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص، انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه. لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور.
ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي بلاوي. أيوة. ببلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترى دي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايوه وليه ده ما عندكيش نظر، وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الساحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك، احسن قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني. يا نوال يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسة. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل. بذمتك انا قلت لك اعمل لي تمثال. كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز. اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. اه يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه ابوس ايديكوا، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. منوال هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه؟ مغمضه. يا خالة نوسي. Quelles sont les raisons de votre invitation? Attention, un vautour, vautour, vautour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, je sois. Attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ اه بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على ايه؟ خالتي نوسة. انت هتمشي ورا التخاريف دي انت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهارده عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي انا فاكره. انت رايحه عند الولاد دي ولا ايه؟ اه. وهي عارفه ان انت رايحه؟ لا انا واخده البنات ورايحه لها مفاجاه. طب افرض ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش، بشندي اللي مديني الميعاد. هتروحي على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعه كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجه. يا ست انت قوم. قوم عمتك ماتت. ايه؟ عمتك ماتت تاني. ايوه قوم يلا فوجا. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. رايح فين؟ الناس اهاليها ميتة. يلا. طب مش تستنى احكي لك على اللي حصل؟ عندي زفة لازم الحقها. زفة يلا. إيه؟ يلا. بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفلة. بسرعة. بسرعة. اوعى غورتك. لا مش وقته. يا رب عصره زي ما عصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العم. ايه حوش عنك كنت بس هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست واصله قوي. انت ايه؟ مين قالك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا
نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك، امشي امشي. امال اقول لك خدني معاك، ما تسيبنيش انا لوحدي. همي الله الله، اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل؟ مش عيب تخش على وليه كده من غير ما تستأذن؟ افرض قلعه ولا بستحمى، افرض سرحانه بحاجه قليله الادب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خدمتي؟ اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت في عينيك البعيد، مش شايف عيل بيرجع ويودي روح لامك؟ كهرمانه لما عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي، المهنه تنزي حرقني، سن 42 سنة. تتفجب من أولها 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة، وحلة يا حلة ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك ايه؟ مهفل مهفل، مالكش دعوة اللي بيدور هنا. ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش، عشان النوالات كتير. يكون سلمتي نوال بتاعت الأردن والنبي أحبها. لا، نوال بتاعت الأردن. أنا بنت غلبانة يومها، سرق منهم عود وجبناه. أنا بقى جاي مخصوص عاوز أعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابة؟ لا يا فندم. أمال إيه جاي اللي أنت مالك؟ أمال ده شغل، مالكش أنت دعوة. معلش. اللي معلش، إحنا ما نفضحش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده أنا اتهمت بالسرقة أنا وابني وحيدي في هذا العقد. ما أنت شكلك حرامي. لا من فضلك، أنا ترزي حريمي. أنا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ أنت جاي تحرق دمي؟ خلاص، عود السرق والإناء، اتكل على الله. يلا بقى يلا، انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى، ترقنا. سبحان الله. ده بقى انه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخرق بشبه 40. حضرتك شبه المرحومه مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيد. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. امل عليك لو قابلتيها، قولي لها البنطلون الازرق بتاع البلاوي حطيتيه فين. ها فين؟ نسيت؟ ما انت قصيت واديت الواد ابنك، وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو اكبر. رسمه العين، مناخير السايحه. برأيي بقول له انت كده هتجرجرني للرزيلة، وانا بصراحة بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيلة معاك؟ لا لا، رزيلة انت فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفاجئ الانوثة ده، نفسي البسك فستان بقصة ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشة. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك، ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تلبوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخلها دي بترمي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النار. الشلاله دي ضيقه قوي، مفيش حاجه. امال ايه اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟ امله دي؟ لا ده فار. كنسي امله عامله نفسها فار؟ القصد جبتها بشكل. اهلا اهلا اهلا، لمؤاخذه اتفضلوا. يا اهلا وسهلا. شوف دخلت الحريم تسرح كده، التنير رجاله قطعوا يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينه؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفه بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب ده انا خايف. بص عشان انفك كده، تحب اقلع لكم مالت؟ والنبي اقلع مالت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، مساء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمض عينك يا حلوة يا مقصة انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدبة، هتاكلي بالسبسب وهحط وسف في النار. متجوزة من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها.
يا ساتر يا رب. ورينا يا ابني ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقة اللي كتب عليكي فيها يا هبلة سايلها عند واد اسمه سيد في العباسية، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسأل منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور، تعالي يا حبيبي، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقول لك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخلة شايل بلكونة الكونترباس، ماليش دعوة يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه؟ ده وقفه. استنى ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها لا تسمعي، ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مسبتي يا اختي، يا مسبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله، الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستينا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستينا. عينيا عايزه فلوس؟ تتكس في بيت. انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه اخاوي عفريت ابن عفريت ابن حين يطلع عين الوليه المعطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي ليا؟ هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. خليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر 2 في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الجوهري، ايه شفت عفاريت؟ يا بويا تبصر ما عندك دين. جاهلة، ايه رايك يا منوال؟ اللي جرالك؟ مالك؟ اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. يا حبيبي يا منوال، ما لسه بدري. حاضر جدا. مالك؟ لا مفيش حاجه، منوع وفاحه وفاحه بقى. بس وش منوع يعني ماسكه الايد دي بالنسبه لي قد ايه؟ حياه ربنا يعني ابقى ماسك 10 صوابع بتوع واحده ست كده، يعني عارفه بقى مسكتش ايد امي ماتت وهي صغيره، وعلاقتي بايد تيتا افيان او بنيات. الف مبروكه، الف مبروكه، مش عارفه متلخبطه بصراحه. حياه ربنا. انا شايف الخجل والكسوف بتاع البنات في وشك. اوعي يا منوع، انت في ايد امينه. ها رؤوف افتح لي السوسته. ايه حاضر يا منو. دي قاعده بس فك السوسته ليه منو دلوقتي؟ يلا اخلص. حاضر يا منو. حاضر حاضر. بس انت بصراحه ماشي يعني، انا كنت عامل حساب موضوع السوسته ده في اخر خالص. انت معلش معلش هيحصل. ايه يا منو؟ هو ربنا سوي مش قصدي. يا رؤوف شككني. يا منو الضربه دي انت وجعتيني قلبي بجد يا منو. ايه ده؟ معلش معايا في التوتر، هي الليله كلها توتر. بس هتفك هتفك بامر الله. بقى ميه كده هجيلك عشان فتح السوسته ده ليه سور. ها ماشي. نوت بيتك يا منو، نوت بيتك. ايه ده؟ يا اسود يا ليلى زي الزفت، يا ليلى زي الزفت. قدام يا حيوان، تعال هنا قدامي، تعال هنا يا متخلف، ادخل اترزع هنا. حاضر تيتا. ستوب ستوب. طلع اللي معاك. ايه ايه حضرتك؟ طلع اللي معاك. غيره هات. حاضر تيتا. كمان وربنا ما معايا تاني، وربنا ما فيه، هم دول بس، وربنا ما معايا. ايه الادويه دي كلها؟ انت عيان ولا حاجه؟ لا تيتا مش مسألة عيان يعني، بس حضرتك دي وسائل مساعدة للفترات الحرجة يعني. مين اللي اداها لك؟ موان، موان صاحبي تيتا الطويل اللي كان واقف جنبي في الفرع ده، هو ووك بكر.
أنا هسألك شوية أسئلة وعايزك تجاوبني بكل صراحة، فاهم؟ دلوقتي يا تيتا جاوبك على أسئلة دلوقتي؟ أيوة. ومناي مستناني جوه يا تيتا. تتفلق منار. أوكي. واضح إن مالكش أي تجارب قبل الجواز. يا تيتا تجارب إيه يا تيتا؟ يعني أعتقد إنه عيب يا تيتا وإحنا عايشين في كافونيا. لا طبعًا ما عنديش تجارب. ما عنديش إيه حوار ده يا تيتا. طب سألت دكتور متخصص في ليلة الزفاف؟ اه اسود انا روح دكتور واكلمه في الكلام ده يا تيتا. ايه حضرتك شايفاني مين يا تيتا؟ مال ملسوع عايز تخش لها ليه؟ ما هعمل ايه طب يا تيتا، ما حضرتك يعني دي ليه دخله لازم ادخل لها يا تيتا يعني. وبعدين خليها الله، بعدين في حاجه حضرتك نسيها، اكيد ماما مش حمار. لا اتضح انك انت اللي حمار. الادويه دي كلها ممكن تنفعك الليله، لكن على المدى الطويل هتجيب داغ. يا تيتا مدى طويل ايه يا تيتا؟ وانا داخل كاس ام افريقيا؟ يعني احييني النهارده وموتني بكره والنبي يا تيتا. اسمعني بقى وما توجعش قلبي. الثقافه اللي من النوع ده مهمه جدا للشباب. وانا بقى جايبه لك كتاب، لو قريته واستوعبته كويس مش هتحتاج لاي دواء. يعني تفتح حضرتك يعني اقرا الكتاب ده دلوقتي يا تيتا دلوقتي ومنور اللي متلقحه جوه دي؟ انت تخرس خالص، اخرس خالص. حاضر حاضر. طب ممكن سؤال؟ اخرس خالص. حاضر. واسمعني وركز معايا. حاضر. لكي تنجح نجاحا باهرا في ليلة الزفاف يجب أن تتبع القواعد الآتية. القاعدة الأولى إزالة الرهبة. بالنسبة لي ولا بالنسبة لمنعه؟ الله يخرب بيت. طب أعمل إيه؟ ما لازم أسأل أستفسر. ركز معايا. حاضر يا تيتا. حاضر يا عمي. فوق. حاضر يا تيتا اتفضلي. القاعدة الخامسة. يا تيتا قاعدة خامسة ايه بقى؟ حرام بقى، انا حفظت الاربع قواعد اللي قبلها، وبص حتى اللفظ قواعد، في ليلة دخلة فيها قواعد يا تيتا، احنا بنبني عمارة بنبني خلصانة، ده كتير قوي. حضرتك مسكاني مسجون بقالي فترة، ده انا داخل الجو. يا واد خد نفسك. عايزة مني حاجة حضرتك دلوقتي؟ لا مش عايزة حاجة. شاكينة وعم مسيحة؟ لا سيب الحاجات دي واعتمد على نفسك. طب اخد دي طيب؟ لا. طب خلاص اعتمد على نفسك. رهيبة رهيبة. بتقول يا واد؟ ما بقولش حاجة يا تيتا. ما بقولش يا تيتا، انت ضغط عليا قوي. طب خلاص 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 خلاص، بطل عياط، خد ده ذاكره كويس قوي. بكره ان شاء الله هاتيلي اطلس فوق عشان اقعد اذاكر فيه. انا عروستي. ركز يا واد، ركز ركز، هو المهم التركيز ان شاء الله. يلا شاء يلا يلا وريني عرض كتافك. طب حاضر. مشاكين قوي. يا مروه اخسى عليك، ضيعت عليا فرصة ان انا افك لك السوسته. بس بصراحه انت 100 شلتي من عليا همك حاجات كتير قوي قوي قوي. كان في شويه اسئله محوراني كده يعني، ممكن بصراحه ولا تتضايقي؟ طيب فاكره زمان ما كان بيجي كده في الافلام حتت يعني اللي هي بتاعت الكبار فقط دي، كنت بتعملي ايه؟ كنت بدور وشي على طول. سبحان الله، نفس الرياكشن بتاعي. في سؤال بقى وما نعيش نتجرأ شويه بقى يعني، ان شاء الله هقوله لك. بس انت هو يعني قبل جوازة مناه ما كانش ليك أي علاقات يعني؟ مثلا حد اتعرف عليك قبل في الشغل، أهلك قدموا لك واحد عادي يعني، ما تقفشتيش في شقة ما فيهوش؟ إيه ده؟ سبحان الله سبحان الله، راحتي قلبي. عايز أقول لك يا مناه، أنت في اللحظة دي مش هقدر أقول لك عيليتي في نظري قد إيه وحياة ربنا، كنت قلقان منك مرعوب مرعوب. طلعتي بنت شريفة ما حدش داسك عطاف. أنت كمان يا حبيبي محترم قوي، عشان كده أنا بموت فيك. طب بذمتك بقى مناي، صح يعني ان احنا بعد الاحترام الفظيع اللي في حياتنا دوت وحافظنا على شرفنا ومية مية نيجي النهارده نضيعها كده؟ لا طبعا. تصبح على خير يا مناي. انت من اهلي يا حبيبي. كفايه نوم يا خم نوم، اصحى يا حيوان. هذا ديتا. صباح مع الصبح. صباح الخير يا تيتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكتي بقى بصي. ايه تيتا ممكن يعني اقتراح يعني اليومين دول نفكها شوية عشان احنا في شهر عسل؟ شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازة من الشغل. فياريت بقى لو تيتا الجميلة تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط.
مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحية. اكيد كان فيه بطولة اواق ومهمة يعني، اصلي غير كده مش منطقي يا تيتو. اسمعوا بقى، مدام حنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحة. الله ينور عليك يا تيتو. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك، حجز لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا دي؟ مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرح ايه تيتا؟ غرفه. ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونة بقى، يا حونة. يا عيني والله ما في حنيتها منى، والله منوة حلوة؟ بالحلوة بلا زفت يا عقوف. ايه مسرح الغرفة ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا منى؟ شنكيني انت هتقفونا، احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسة؟ مساء الخير. اليوم، اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ وربنا ما عرف حضرتك، أنا أول مرة هنا. هو اللي بيسألني بيقول لي لماذا؟ لازم أرد. الموت يحاصرني، أشم رائحته في كل مكان، أريد الماء، لم يعطوني الماء منذ أكثر من يومين. أسود معك مية؟ أريد الماء. اتفضل حضرتك. مية إيه يا أستاذ؟ مية إيه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج، كده انت هتكسر الإيحاء النسبي بتاعه. المسرحية بدأت؟ أيوة. طولش على غرفنا. لماذا كل هذا العذاب؟ لماذا؟ بقول لحضرتك إيه؟ هو لو الواحد خرج عادي ولا فيها مسؤولية؟ عادي، امشي امشي. ما تزقش. امشي. محترم. لماذا؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا يا قريتي؟ لماذا؟ لماذا؟ برافو برافو. لو تقاومت. La gente está muy loca. ده انت طلعتي لهلوبه في وقص. انتوا رجعتوا؟ ايه اللي اخركوا لغايه دلوقتي؟ المسرحيه بتخلص الساعه 12. اصل بعد المسرحيه تعشينا بره. يعني غدا وعشا بره. الظاهر انتوا ما فهمتوش التعليمات اللي انا عاملاها. الكلاب فهمت وانتوا ما فهمتوش. دي ما بقتش عيشه دي. ايه يا منار، هتتخانق معاها ولا ايه؟ خلي بالك ممكن تساب عليك الكلاب دي، ما عندهاش رحمه. اسمع، قبل النوم تغسلوا سنانكو كويس. حاضر. ورجليكو. حاضر. والهدوم اللي تقلعوها تعلقوها. اكيد هقلقها، نعميها في الشارع. حاضر. يلا غوروا من قدامي. حاضر. لا ما فيش حاجه. خلاص يا تيتا، في نكت تاني تحب اطلعها دلوقتي؟ غور يا واد. حاضر حاضر. انا عماله سايسها وهودها، لكن خلاص مش قادر، انا خايفه الست دي تجيب اخري، ولو انفجرت فيها يا رؤوف قسما بالله ما هعمل اعتبار لحد. يا مناه يا مناه، اهدي شويه يا مناه، مش كده اعصابك. لغايه امتى يا رؤوف؟ ماشي ماشي، لحد ما ربنا يفرجها بقى هنعمل ايه طيب؟ وبعدين ما احنا تمام الحمد لله، خرجنا واتفسحنا. هو قصنا ده، انت طلعتي لهلوبه في وقص. بس بقى يا رؤوف، مفيش حاجه تقص كده غوفه، رقص صغير، رقص صغير. سيبني بقى يا رؤوف عشان انا بجد متضايقه. مره زاد واحلى عذاب.
بتسمعوه ده؟ جاتكوا خيبه في ودانكم. صباح الخير يا منى، نشوفك الصبح. على الله بقى يا تيتا، اكلي يعجبك. يا بنتي ده كفايه وريحه. انتوا جننتوا ولا ايه؟ كل ده اكل في ايه تيتا؟ يعني حضرتك عارفه ان احنا عيسان وعايزين نتغذى، يعني الواحد يعمل صنف اتنين. ما تقلقيش يا تيتا ما تقلقيش، الاكل ده كله باور مصروف البيت اللي انا بديهولك. انت فاكرني يا اهبل انت؟ خايفه على مصاريف البيت؟ انا زعلانه علشان اهمالكم، بدل ما تشيلوا قرشين للزمن بتضيعوهم في محشي وملوخيه وباميه. ما ينفعش الكلام ده، من هنا ورايح مرتباتكم في ايدي وانا اللي هديكوا المصروف. ايوه بس ايوه منور منور، معلش تيتا فين بصراحه، ربنا يبارك لنا فيكي. تسلم ايدك يا منور. انا عايزه الاكل ده كله يخلص وعلى الله يترمي منه حاجه. ما تحش يا اخويا حش. فجاه فجاه كده النكهه كده وخان غاب ده، انا هشنك وربنا ما انا واكل. حلو مش كده؟ 470 جنيه ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرايه يا بنت، حد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا امو، ممكن تقولي في ايه بياضك الاوفر ده؟ البنت دي بترمي بلاء عليا. بنت مين اللي ترمي بلاء عليك؟ دي طبيعه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش استعب يا مروان، انت بتنفخني ليه؟ اتخاني لو واكل اتخاني. بس بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش معلش اهدى يا استاذ اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اخرس انت، انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله ويت شوافني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. المنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا مروان، حكايه ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه يا مروان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه. قامه الكاشيه واحد فين؟ ايه ده فعلت الباشا؟ بالظبط. تمام يا فندم. هات يا ابن الجهاز. قوم وصلتك. اتفرج يا سيدي اتفرج. انا ماليش دعوه، قوم من العربيه. ده انا. ايوه انا ابي عمر. انت فاهم يا فندم؟ ما قلتش حاجه، قول لحضرتك يعني العربيه قيمه انتيك يعني. احنا بتعلو اوتوبيس اخواتنا. انا هاري سود ومنيل. انت نسيت التعليمات ولا ايه؟ بس يا فندم انا يا دوبك مسكته من كتفه بس. ما تعملش كده تاني يا حضره الضابط، احنا مش ناقصين. يا اما قسما عظما هنقلك بعيد وبعيد قوي كمان. لا بعيد قوي على ايه؟ تحترم ذاتك يا فندم. اتفضل يا باشا. انا ما نايل بعيد ايه؟ هي ناقصه. ولما انت واقع ومدلوق قوي كده هتنجز يا جدع، انجز. البنت حلوه مش هتلاقي زيها. يا عم وانا قلت وحشه يا مروان؟ ما انا عارف انها زي امه وما فيهاش حاجه تقيل. بس بص افهمني بس، انا بفكر قدام، مش ممكن مناضي لما تكبر وتعجز تبقى شبه تيتا يعني؟ لا اله الا الله، هي دي تيتا وسنين تيتا اللي عامله لك ربكه في حياتك. سلام يا منار. ازيك يا بنات منار؟ ايه العربيه دي لسه عايشه؟ هتروح فين دي؟ قصه وقصه. لحظه معلش معلش. اتفضلي. انت لسه ما ركبتش سنتر لوك؟ واحد الراجل قال لي خطا على الموتور، انا مش هبخل على العربيه. انا زهقت بقى من الموضوع ده يا رؤوف، انت محسسني ان تيتا دي مرض لازم تتعالج منه. انت قصدك ما شفتيهاش يا منار؟ ما شفتيش تبيت عينيها يا منار ليه وانا صغير؟ انت هتدمر حياتك كلها لمجرد ذكريات قديمه مريت بيها وانت صغير. السنه اللي فات بقى يا رؤوف، فكر في بكره ومستقبلنا مع بعض. بكره انا وانت نكبر ونعجز ونضحك على اللي احنا بنقوله ده. اوبا منار. يا خليل حازم يا رؤوف.
وربنا الفامل وربنا الفامل. امشي انت اهو بس. مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا الحمد لله على سلامه سعادتك وسلامه الهانم. ثانيا انا محرج والله مش عارف اقول لسعادتك ايه، يعني بدون تكليف ممكن اشوف الرخصه او متهيئ للتوكيل ونروح القسم نعمل محضر، لان سعادتك دخلت في اللجنه وكنت هتموتنا كلنا. طب ممكن حضرتك يوم تاني، لان انا ربنا عيد ميلادي النهارده. يا دفعه تعالوا هنا. اسم سعادتك ايه؟ اسمي رؤوف. عيد ميلادي يا ابني. سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف، سنه حلوه يا رؤوف. بجيبها من وقت مصدقتي هتلعب شوية. لا انا عايزك تاخد بالك منه يا فكري بي. لا طمن يا رمان، انا قارص عليه جامد قوي. دي جدته قعدت كتمة على نفسه ومعيشاه في معتقل لمدة 20 سنة، هو انا طلقتها من شوية، هو كمان اخد مني وقت طويل لحد ما فك كده. ده أخد إقلام وشلاليت وبنيات، تعقد جيل كامل. الله يكون في عونه. ده وقت هديتي. ربنا يخليك يا أمان. هدية إيه بس؟ كفاية العيد الميلاد الفظيع اللي حضرتك عملتهولي، كمان جايب لي هدية. ربنا ما يحرمني منك أهو. سلام يا سلام. إيه ده أمان؟ شهادة تقدير لحفيدي لبلوغه سن 40. ربنا يخليك يا امي. خد كمان. ايه ده بقى؟ انا كتبت لك نص الشقه باسمك. ربنا يخليك يا امي، ده كتير قوي يعني، دي حاجه حضرتك وكفايه ان حضرتك ربتني. انا ان شاء الله يعني هدخل جمعيه هي 10 15 سنه وهشتري شقه ان شاء الله. وبعدين ما تفتكرش ان حضرتك بتفوحني. ها انت عارف ان النص الشقه التاني باسم تيتا، انت كده بترميني في النار. وانت هتشوفها فين؟ ما هي عايشه في المانيا. انا عايز اتاكد ان نص الشقة بقى بتاعك رسمي علشان تتجوز فيها. على فكرة البيت المنارة دي زي القمر ومؤدبة، اوعى تضيعها من ايديك. ان شاء الله امان، ان شاء الله امان. انا لما اتكلمت في موضوع الجواز بصراحة يعني كنت بتكلم من قلبي، بس فكرت لقيت يعني خليها بعدين، النبي خليها بعدين. بطل خوف بقى، مفيش بعدين. ربنا يخليك لي يا امان، ربنا يخليك. يعني لو كل الجدود والتتهات زي حضرتك والله كنا عشنا سعداء. هقول لك ايه؟ حبيبة أمه، حبيب حبيبة أمه. انت شفت شيرين دي قبل كده؟ شيرين مين يا جدو؟ سيرين. سيرين سيرين. اه سيرين شفتها؟ دي حبيبة قلبي يا جدو، ده انت هتشوف علاقة رومانسية فريدة من نوعها. طب ودي جاية من لبنان تعمل هنا ايه في مصر؟ في مسابقة عاملينها في مصر اسمها مذيع العرب، وفتحوا باب التقديم فيها، أنا وهي بكرة هنروح نقدم في مسابقة. مسابقة دي يا شيخ اتنين؟ هو أنت عارف تبقى مذيع في السوبر ماركت لما تروح مسابقة؟ اوعى الواد ده يكون بيكذب عليك، أنا عارفه فشاق لا 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 لا، أنا بحكم خبرتي بالأصوات أقدر أقول لك إن مروان من طبقة الباريتون. الله يخليك. يعني صوته أجش. بقول لك يا أمان ما تفوحنا بقى، قوم البس كده وانزل شم شوية هوا، بقالك 12 سنة ما خرجتش بره البيت. لا يا ابني أنا هعطلك. والنبي اني ليلى ليلى عين لي 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 عين. هتشاي يا ولد. يلا مروان. على مهلك. جميلة. يلا مروان. يا اهلا وسهلا يا شواد، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، إحنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل أكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع أنت في إيه؟ الله، هو كل واحد عنده حتة حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها. مش هتشيل؟ مش هنشيل. عادي بقى وختام اتنادي يا إبراهيم. تعمل ايه؟ انت بتعمل 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 ايه؟ لا مش للدرجات دي، فامسك يا مروان، لعلمك مش حلو انا بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله، وكلمه ثانيه هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. طب شيل القرف ده من هنا يا شيل القرف ده من هنا؟ ده انت مستهيفنا بقى يا مستهيف.
ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا؟ لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجه. عشان انا بكلم الاستاذ، انت ايه اللي دخلك تسال كبير المنطقه؟ ايه اللي دخلك؟ ما معك حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخلك؟ انا فيلم كده ولا ايه؟ اقف فيك يا عارف كمان. لا 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 وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يالا؟ مش فاكر مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش العالم كلها الا منار اختك هيمه. شرف يا نهار اسود. شرف معلش اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت يا بنت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه يا بنت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك ايه يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفة طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد مناو موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي ب 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب مناو وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنه؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني تشوف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. ما تخلص يا هو الا عن اذنك. عن اذنك تخش يا تفكر انت ماسكني مين بتوجعني ولا ايه؟ لا يا بابا اخلص يا ما بفهم حضرتك. ودخلت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع. الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. في ايه بقى موضوع الخطوبه والهبل ده؟ ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي؟ لا ثاني ما لا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع. ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات يا الله يرحمه ويحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني؟ ما معكش غير الافند اللي بيلق ده. انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا مفيش حاجه. جدي ومان مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بيبا خلاص. احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم. هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين مع انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى موان. بس يا موان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خاص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر. قدامك شهر بس نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. يلا طب نكمل الفتحة. يلا يلا عارفين يا يلا هعمل معاك الصح. صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ فاكرك هتعمل فيني حاجة. أمو نشوة. أمو نشوة مين يا ابراهيم؟ أمو نشوة يا ابراهيم. بيه أمو نشوة بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. رؤوف بالظبط وصاد رؤوف امار. زغرات يا بنت. عايز اقول لك انك عامل وصدقتها. زغرات عن الشهر. ربنا يوفقك يا حبيبي. يا نص عليك. انا خال عيالك. حضرتك ما عنديش عيال. شوف الشقه اللي فوق يا جدع. انا ابراهيم اخو منار خطيبتك. احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح؟ ما تفتح عروف. ومستعجل ليه؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس. افتح. انت سيبني اقف على الباب بره ولا ايه؟ افتح. وحشتني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. ده حاجه حلوه قوي. سقف عالي. الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صار. ايوه كده. لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرضاني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي. احسد مالي؟ قص. وانت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير.
انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. حس بيك يعني ايه يا ابايم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معايا موزه وعايز مكنه؟ اوعى ابايم، اوعى ابايم لو سمحت. لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي فيه ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها واشرب بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي، مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش هتصدقني يا؟ انا مصدقك يا ابايم، انا بطمن على العقد اللي هيكون ضاع. المهم بقى يا معلم، الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار اختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابايم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر يا ابايم. اتفقنا؟ ما بيت اقفل دي بس. صباء! يا صباء! صح لك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بنت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. قط النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حمدت. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، من المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشر بره وبعيد. ايه يا رؤوف؟ يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قوم يا بت رش كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخ ابراهيم. وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار، راحوا فين حبايب الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه يا حبيبتي؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيتي يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شير رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بالف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو بيسا بقى بومبا. استنى تشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيي. ايه؟ مش مشكله، خد ساقع البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حاول قوتي الا بالله، ربنا لولا انها اموات ولا كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد، خش خد راحتك على الاخر. بس دي ايه ده؟ ايه ده؟ مسا مسا رؤوف. مسا النور يا سيدي. يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واطت؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعملي معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بدونيه. مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني، خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيتك، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. هات سقعة كبيرة، هات سقعة كبيرة. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فيه. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا يا مدام. صح يا منار، نفسي نتجوز بكره الصبح. كتير قوي اسبوعين. انا مش عارف اعيش في البيت يا منار طبعا، عشان انت مش فيه يعني. ابراهيم بيقول لي ان كل يوم سهران عنده. رؤوف اوعى يكون ابراهيم بيعمل حاجه كده ولا كده، انا عارفاه ده مجنون وطايش. لا روحي، مجنون وطايش على نفسه، يعمل ايه؟ اسال ابراهيم قول له من هو رؤوف. استنى، ناقص اسود النمر من المانيا. الو يا تيتا، ازي حضرتك؟ حضرتك جايه مصر بكره؟
معلش سؤال يعني، طلعت فوق فوت وصلت كله كاب خوجه الا تيتا اللي هي جدتي، تفتكر في ايه؟ طالما الطياره جت بالسلامه تيتا هتيجي بالسلامه هي كمان، مالك قلقان ليه؟ حضرتك فاهمني غلط خالص يعني، بس سوري انا اسف امنا طيارة فانك فوت وصلت وهي ما جاتش. اه وشك حلو طول عمرك رؤوف. يا رؤوف ولد، يا رؤوف ولد، يا رؤوف. هاتيتا ازاي اكلم طنطك بهيرة بالصدفة تقول لي ان رومان مات؟ يا تيتا وربنا كلمت حضرتك التليفون كان مقفول. ما انت لو كنت بتتكلم يا حيوان كنت عرفت ان انا غيرت النمر من 16. يلا خد دخلهم العربية. حاضر. يلا طبعا حضرتك خطوة حضرتك. قول لي يا ولد هو موتت مين اللي خبط العربية؟ وربنا الله الله يرحمه امان امان ربنا يغفر له ويسامحه. الله يرحمه. قول لي هو رومان مات ازاي؟ والنبي يا تيتا السؤال ده ابوك يعني بعدين يعني ادينا حاو وكلاب لو تقامت لو تقامت. نورتي بس يا تيتا. اخرس انا روحي في مناخيري. عطلوني في الحجر الصحي عشان خاطر الكلاب. قال عملوا كل حاجه في البلد ونظفوها وخايفين من الكلاب. انت بتخاف من الكلاب يا ولد؟ لا حضرتك لا. انا بستغرب جدك لغايه النهارده ما جوزكش ليه؟ انا ياما قلت له كنت عامله حساب اللحظات. وتيتا حضرتك ناويه تجي على المانيا امتى؟ انت تخرس خالص. مفيش حاجه انا بقول لو حضرتك مستعجله الف وضع مطار. اخرس. خلي ابو سليمان يجي يساعدك في الشنط. ابو سليمان مات الله يرحمه ويحسن اليه يرتاح. في سليمان دلوقتي يا سليمان؟ ما هي حضرتك يعني زي ما انت عارفه اجيال بتسلم اجيال يا تيتا، يعني مفيش حد بيبقى قافش فيها على طول يعني. الحمد لله على السلامه حضرتك. الحمد لله على السلامه. اهلا يا هانم. الحمد لله على السلامه. كبرت يا بجم، انا سايباك وانت عندك 15 سنه. صح طول العمر ليك يا هانم. ابو بيت ما شاء الله. الله العماره بقى حالتها زفت كده ليه؟ عندك حق يا تيتا زفت. سليمان. نعم يا هانم. عايز اجتماع مع سكان العماره في اسرع وقت. حاضر. سمعت ولا ما سمعتش؟ سمعت. اتفضل يا تيتا حضرتك. يلا جوبن. اتفضل يا تيتا. اتفضل يا عماره نورت. مصر كلها نورت. الله انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ دي هتبقى مذبحه يا شريف. مذبحه. ميزة ميزة يا رؤوف. ماي جاد. جرايه يا موز. ما تدخلي مع صاحباتك. اخس عليك يا فايم. دبل. قاعد. الست دي كدابة. اخرسي. قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شوية. يا راوي هانم الموضوع مش بالسهولة اللي انت فاكراها ديت. يلزم له أدلة وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور؟ اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النجل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راويه انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في المانيا؟ ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظبط انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح ونقعد بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده. انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف خد تيتا وروح. ارجوك مش عايز اروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجه. بيقولوا الدكاتره ان القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن انت طلعت اهبل. دي حاجات بتاعت ربنا يا تيتا مش هنتدخل في شغل ربنا. طلعت عينينا في الدراسه ونجحت بالعافيه وهو بقى عندك 40 سنة
وما عرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني ايه هو يا ولد الموضوع اللي انت عايز تكلمني فيه؟ انت حضرتك تتحط، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفه يعني. وبعدين عشان اعصاب حضرتك في ايه تيتا؟ ايه اللي قلب الصوره دي؟ حضرتك احنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. بصوت حضرتك، بصوت حضرتك تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا، تيتا هويا، تيتا هويا. يا ولد يا تيتا، يا متعافى حضرتك. الناس اللي بعضيها والمصريين بيحبوا يعني يسلموا على بعض. حيوان شاكين او اتفضل حضرتك. اهلا 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 اهلا. وانا اقول الحاره منوره اللي زجز ربوه. الله يخليك يا معلم. زجز ربوه شاك منور الدنيا. الله يخليك. ايه الحاره دي؟ الله. لا ما اقدرش مش هقدر. طيب مش هقدر مش هقدر. سوري سوري. اتفضل حضرتك. اتفضل. طب تعرف الناس دول كلهم منين؟ يا تيتا ما المصريين كلهم يعرفوا بعض. يلا يلا حضرتك. حصلت لنا البركه. احب اعرفك بالعيله. انا ابراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الانسه منار مصلحي اختي، موظفه كبيره قوي في سوبر ماركت كبير قوي، شغاله مع رؤوف. اكيد حضرتك عارفه يعني. اما انا بقى وعوز بالله من كلمه، انا قسط نقاش كبير قوي، قسط نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الايد العشر. نقاش بلاش تواضع يا ابراهيم، ده ايده تتلف في حرير. جرى يا حاجه، وماله نقاش لا مؤاخذه. انا ما قلتش حاجه، الشغل مش عيب، بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرايا رؤوف حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس بتقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اصل ابراهيم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له. احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبه عباشه. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكوا جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير. خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي، ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافة منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلي على النبي تتسلم. حيوان. قدامي يا حيوان. قدامي. عرة. عرة عرة مين يا دراجي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة ايه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجة يا صروف؟ حضرتك ليه؟ دي جدتي ليك فينا يا حضرتك. انا بطمن. ما تطمنش بس الفضول، بحبش الفضول لو تقام ناس. يا مش هقطعك شقطة. اللي بشكي قوي. طب تحرجني على فكرة. معلش معلش معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه يا واعي الناجي ديت؟ ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليه حق عرب، واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه بديل قوي يا رؤوف، وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع يا رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع يا رؤوف، يبقى راسك انت والتتة هتعلق على باب حارتنا وبالعشيره بتاعتي. ابا ايه احنا في مكان عام يا جماعه. عندها يلا قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منار امشي. واقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يعني. الف هنا وشفا باي. مسا مسا رؤوف. مسا مسا باي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما، شكلها مش هتعدي. انا بتضمن.
هقول لك ايه؟ خاف اوح، حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك امسك بسرعة بسرعة، يلا امسك ايه دي؟ نحاشي مش دي ايه يا خيب بيتك؟ بتحطولي في ايدي يا موان، ناقص احاق في الكافيه، مش كفايه لغايب زفت بايب، عامل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص؟ هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد، وجدتك دي بقت قد البوس. الله يخرب بيتك يا موان، الله يخرب بيتك يا موان، الله يخرب بيتك يا موان، الله يخرب بيتك يا موان. زبطتك يا متخلف، بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش؟ ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط، اجيال بحالها بتتدمر، انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا روي يا هانم ارجوكي راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير، الولد غلط اه بس ده طيش شباب، وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم، وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي اخطا لازم يتعاقب، وبعدين نقول بره بيتقدموا واحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها، ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوه قبل كده ومشيتني، دلوقتي جايبه مخدرات بلوه بلوه بتحرق شعوب وبلاد، يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسمي عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للأسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجة. لا يا فندم، أبوك أبوك أبوك، مش عايز أروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ يا تيتا حميني بقى حميني بقى، ده الظابط اللي في اسم اللي عنده ده بابي قال إنه بخوه، جبت منين حديتك مخدرات؟ وأنت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على إنها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا بس بتاعت ربنا. وبعدين حديتك يعني هو بشربها ليه؟ مهما القهر اللي انا فيه، بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطيتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هدي لك الفرصه، اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو، ليش بيبقى بتخو مش بتنقط بعد اذنك يعني. شانك عيد ادخل سلم على العريس. زيمه نو الفرح. سلم على العريس. قوم يا عم، هتقوم يا جرح كده تسلم عليا. قوم يا عم. هو قال لي وانا قومتش، اما قال لي قوم. بتسمعنا ايه؟ عقبال عندكم يا رجاله. يا دمور يا دمور. يا رياسه المسيئه البيئه دي. اللي جدتك مش شغاله لنا ده بتعاقبني. انا عارف، انا فاهم كل حاجه. اسمع احلى غالي، استنوا بس لحظه. بتبيك الف بركه يا تيتا. والنبي يا تيتا شغلنا الاسطوره دي عشان اتحظنا والرجاله شويه عشان فرح اختي. ايه ده؟ اشرف ايه ده؟ ده تملي. اسمع، روح اقعد على الكرسي بتاعك واياك اسمع نفس، فاهم؟ يلا ما تسمعش. نورت الدنيا، نورت الدنيا. وجودك قبل عندي حبيبي. شكلها دست عليك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا جدع انت؟ انت ما شفتش المقابله اللي قالتها لي جوه؟ لا حاجه تشرف بصحيح حبيبي. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ عايز اسالك سؤال كده. ايه يا حبيبي؟ انت ايه الاخبار؟ بالنسبه لايه؟ مبروك يا هانم. مبروك؟ مبروك على ايه بلا خيبه؟ دي حاجه كده هتفرفشك.
مفيش نزيه. هتزود عندك جرعه الرومانسيه. نسيت ايه يا راجل؟ بحب موت يا راجل، بشت فيها. ايه ده ايه ده؟ انا بقولك دي هكرهك فيها. يا هيما يا زميلي، جملت وجمل تكسب محبه الناس يا هيما. ايه ده كمان؟ دي هتخليك فندام. فان ايه؟ فندام. ولا بيتك انت مواهق لسه يا موان، انت مواهق بالشعب وهيافتك في الكلام. لا لا، انا عندي 40 سنة يا موان، يعني انا زهقان اساسا من الدنيا. هاتهم خليهم هيحتي اوكي. ايش تعرفها جامد. ها بس موسيقى رائعة تشني في الاذان مش كده؟ الاقي عند سعادتك كوبي احتفظ بيه. فيش الجو شوية. حاضر حاضر روح. نوا عوصة تيتا عايز ايه يا حيوان؟ نوا يا جماعة تشتني فاحي فاحي. مش ملاحظة يا تيتا ان المزيكا دي يعني مش مناسبة للجو العام؟ احنا في ألمانيا بنسمع الموسيقى دي في المناسبات السعيدة. بس احنا في مصر في القهوة. اخرس. نوا يا جماعة. وبعدين دي سيمفونية قداس الموت، حاجة شيك. قداس الموت وفاحي يا تيتا، من فضلك اقفليها. احمد ربنا ان انا عملت لك فرح بعد العملة السودة اللي انت عملتها. وربنا افركشه دلوقتي يا تيتا، اقطع البدلة دي وافركشه. لمشي من قدامي، روح كشتك. يلا غور. ايه الحوار ده؟ ده فاحي، ده فاحي يا ساتر يا رب. نوايا يا جماعة. روكا روفا حبيبي. بتموت فيك يا منار، كانت بتوصيني عليك. يلا بينا نقوم نسهر في حتة تانية. انت غير يا جدع انت، ده فرح اخته وهيمشي على مزاجي، كله سبات. طب غني يا ما بلاش يا ايمن، وليها شكلها مقير منك قوي. مقير ايه يا جدع؟ على فرح اختي. غني يا اطب، ده بعملها معاك. خلاص مغني. يا ناس اتيل الغرام مجروح وسال دم، ويا حزنان وعليا طول عياط امه. كان قبل الغرام وردة ونشمه، العشق خلاه دبل واصفر. يا عيني امتى يحن الحبيب ويبوس ويد امه. يا حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف. يزعلوا انت الزمان اللي بيحييني، انت اللي بيروحني. بس يا غجر، ايه السفالة وقلة الادب دي؟ رايا تتا هقول لك ايه، ما انت جاهل. يلا لموا الفلوس اللي في الارض دي، عيب وكمان حرام. يا حاج احنا حرار، وبعدين دول زمايلي جايين يطحوني ويلعطوني. جاك نقطة، البيت ده بيت محترم، لموا السلاح ده كله، وإلا قسماً عظماً هكلم البوليس يعمل لكم محضر حجاز السلاح بدون ترخيص. سلاح ايه بس يا تيتا؟ ده خل السنان. صح تيتا، ابوهي ما بيكذبش. طبعاً اللي حددك خلة كفاية بقى يا تيتا. اخرس انت. وليها السلاح يا زميلي. ده يا ابراهيم، ده يا ابراهيم، انتوا جايين تنزبونا ولا جايين تشوحونا؟ يا جدع انت جايين نصيطك في منطقتك، كأني جامل العروسه. ليه يا اختي؟ اختي عاملين رجاله وما بتخافوش. اه طيب رعد جبل. لا 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 ل